السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في المحاضرة رقم 2 من دورة إعداد وتدريب المدربين. قبل ما نبدأ هنعمل تيست صغير نطمن إن الصوت واضح وكلنا سامعين بعض. نكتب واحد، برافو عليكم، هايل. استاذ عمرو بيقول في تردد. طب نتأكد يا استاذ عمرو ان التردد. طيب كده احسن استاذ عمرو، شوف كده الدنيا احسن دلوقتي. جميل، احسن، ممتاز، تمام. في عجالة محدثكم أحمد مبارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لفريق عطاء للتنمية البشرية والأسرية، عضو مؤسس للنقابة العامة لمدربي التنمية البشرية، محاضر ومدرب معتمد من عدة جهات، أخصائي اجتماعي دولي وناشط متخصص في حل المشكلات الأسرية، خبرة أكثر من 8 سنوات في مجال التنمية البشرية والاستشارات الأسرية، أعمل مدير بواحدة من أكبر شركات المحاسبة العالمية، وأخيرا حاصل على بكالوريوس التجارة ودبلوم الدراسات العليا في المحاسبة من جامعة عين شمس. الحقيقة إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مجموعة من النقاط. قبل ما هبدأ هحاول في عجالة هقول لكم قلنا ايه المره اللي فاتت عشان زملائنا الجدد اللي اول مره يحضروا معايا النهارده. الحقيقه احنا بدانا المره اللي فاتت اتكلمنا عن مقدمه في التدريب، حكينا فيها عن مزايا التدريب عن بعد، وقلنا ايه هي الادوات اللي احنا المفروض تبقى موجوده معانا عشان خاطر نقدر نعمل او نلتحق ببرامج التدريب عن بعد. اتكلمنا عن معايير قياس المدرب الناجح. في المعايير دي قلنا ان لازم المدرب الناجح لما نيجي نقيمه نشوف هل هو عنده معرفه وخبره في موضوع التدريب، اساليب ومهارات المدرب كويسه ولا لا، سواء لغة جسد، قنوات اتصال إلى آخره، وأخيرا هل المدرب دوت بيهتم بتسهيل التدريب ويوصل لنا المعلومة بسلاسة ولا لأ. ولخصنا قلنا إن في صفات كده بنقدر نقول عليها ملخص لصفات المدرب الناجح، قلنا صفات شكلية، صفات حركية تتكلم فيها عن تعبير الوجه ولغة الجسد عموما، تعبير الوجه، إيماءات الصوت، وقلنا هل هو بيوصل لنا المعلومه بيستخدم الثلاث قنوات للاتصال سواء المرئي او السمعي او الملمسي، ولا هو بيبقى مركز على قناه صوتيه او قناه واحده بس لتوصيل المعلومه. واخيرا لازم يكون عنده سرعه بديهيه وقدره على الاجابه على الاسئله، ودي ما بتجيش غير بدرايه في الموضوع. طيب الحقيقة احنا النهاردة بعد ما اتكلمنا عن قنوات الاتصال دخلنا معاكم المرة اللي فاتت في نظرية التعلم، وقلنا امتى بيتعلم الكبار. طيب معلش يا جماعة، انا بيجي لي ملاحظات ان في مشكلة في الصوت. لسه في مشكلة في الصوت يا جماعة، لسه في مشكلة في الصوت، يا ريت نكتب واحد لو الصوت كويس. واضح، هايل، ما شاء الله، يبقى كده الدعم الفني انا تمام، الصوت بيتكرر. طيب الصوت واضح، هايل. لا دي يعني ايه يا استاذ محمود؟ لا دي يعني في صوت ولا ما في صوت؟ واضح، هايل. خلينا نكتب واحد كلنا نتفق على نفس اللغة. اللغة بتاعتنا هي واحد الصوت كويس، اتنين هي الصوت سيء او الصوت مش واضح او الصوت فيه مشكلة. الكلام بيوصل مرتين ورا بعض،
يا ريت الدعم الفني يساعدنا لو في وسيلة نشوف الناس اللي بتوصل لهم الكلام مرتين ورا بعض. الدعم الفني بيقول لنا ايه يا جماعه؟ بيقول لنا اللي بيجي له الصوت مرتين ورا بعض يعمل ريفريش للصفحه. اذا انت فاتح اي براوزر اضافي بخلاف البراوزر اللي بتخش منه على المحاضره بتاعتنا، على القاعه بتاعتنا، يا ريت تقفلها، ما تخليش. الدعم الفني بيقول لنا ايه يا جماعه؟ بيقول لنا اللي بيجي له الصوت مرتين ورا بعض يعمل ريفريش للصفحه. اذا انت فاتح اي براوزر اضافي بخلاف البراوزر اللي بتخش منه على المحاضره بتاعتنا، على القاعه بتاعتنا، يا ريت تقفلها، ما تخليش اي صفحه تانية مفتوحه. اقفل الماسنجر بتاعك، اقفل ياهو ماسنجر، هوت ميل ماسنجر، فيسبوك، كل الحاجات دي اقفلها وركز معانا في المحاضره. فاكرين كلنا المره اللي فاتت اتكلمنا على حاجه اسمها نظريه التعلم وقلنا ازاي بيتعلم الكبار؟ طبعا انا بخطف بسرعه اللي انا قلته المره اللي فاتت عشان بس الناس اللي مش ما كانتش معانا المره اللي فاتت تبقى مركزه وعارفه احنا خدنا ايه المره اللي فاتت، وفي نفس الوقت الزملاء الافاضل اللي كانوا موجودين نعمل تذكره كده سريعه للذاكره بتاعتهم. اتكلمنا عن 5 عوامل رئيسيه للتذكر. قلنا ان في حاجه اسمها الاول والاخير. اول ما بتخش المحاضره بتاعتك او القاعه بتاعتك التدريبية، أول حاجة بتقولها وآخر حاجة بتقولها قبل ما تمشي دايما إمكانية التذكر فيها بيبقى أعلى بالنسبة للحضور. اتكلمنا عن المراجعة وقعدنا نفتكر مثال بسيط جدا، قلنا كلنا اللي عنده أولاد صغيرين أكيد بيراجع معاهم ليلة الامتحان، عشان المراجعة دي بتخلي التذكر جميل جدا ويسهل على المستمع أو المتلقى العلم يتذكر المعلومة بسرعة. اتكلمنا عن التميز واتكلمنا عن الارتباط. دخلنا في المخ وقسمنا المخ الى ايه يا جماعه؟ حد فاكر؟ قسمنا المخ الى نصفين ولا ثلاثه؟ هايل استاذ امين، برافو عليك. الاول والمراجعه والتميز والارتباط والاخير، هايل برافو عليك. طب احنا فاكرين قسمنا المخ لايه؟ برافو عليكم، هايل. قسمنا المخ الى كم؟ برافو عليك، نصين، نصف ايمن ونصف ايسر. وايه كمان؟ النصف الايمن اللي هو مرتبط بايه؟ النصف الايمن المرتبط بالابداع، والنصف الايسر هو مين هيقول؟ النصف الايسر. المنطق، هايل هايل. تحليل الحسابات، برافو عليك، ده انتم مذاكرين ما شاء الله ما شاء الله. وقلنا إمكانية تحفيز نصفي المخ الأيمن والأيسر، واتكلمنا كمان عن الحواس، البصر والسمع والإحساس، وقلنا إن الرسالة البصرية بتوصل بنسبة 80% لو أنا استخدمت رسالة بصرية فقط، المعلومة بتوصل بنسبة 80%، الرسالة الحسية بتوصل بنسبة 79%، والسمعية بتوصل بنسبة 45%. وقلنا إن الأفضل للمدرب الناجح إن هو يستخدم قنوات الاتصال المختلفة ويستخدم الرسائل المختلفة عشان يقدر يشتغل صح ويدي المعلومة صح ويخليها توصل وتثبت في دماغ المتدرب اللي قدامه. اتكلمنا عن التوجه الذهني وقلنا ان التوجه الذهني دوت بيخليك ما تركزش، وبيخلي في حاجة اسمها زي تنافر ادراكي، يعني بتخلي المتدرب قاعد مش مبسوط من المادة العلمية اذا حصل حاجة بتختلف عن او المدرب حاول يعرض حاجة مختلفة تماما عن ما يعتقده المتدرب. ودينا مثال، قلنا لو فاكرين مثال موظف المبيعات، موظف المبيعات توجهه الذهني كان ايه؟ كان بيقول ان احنا انا ايه اللي يوديني، ايه اللي يخليني موجود دلوقتي، انا لازم امشي اروح ابيع، مش عايز يسمع المعلومة، مش عايز يستفيد من المحاضرة، بيقول انا مكاني مش في الكلاس او مش في القاعة، انا مكاني بره عشان ابيع. طيب الحقيقه احنا النهارده عندنا ليكم مجموعه من المفاجآت، وانا حابب قبل ما ابدا وادخل في الكلام الجديد هقول لكم ايه المفاجآت اللي معانا النهارده. اول مفاجاه معانا النهارده هي ان احنا عملنا اضافه جوهريه على المحتوى بتاعنا بتاع المحاضره عشان نضمن ان حضراتكم تبقوا ملمين ب الحد الادنى لاساسيات المدرب. فدخلنا محتوى اضافي
دخلنا انماط وتصرفات البشر بناء على طلبكم المره اللي فاتت، عشان نضمن ان حضرتك تبقى قاعد وتقدر تحلل شخصيه الشخص اللي قدامك وتعرف تتعامل معاه. دخلنا حاجه اسمها مهارات الانصات، دخلنا حاجه اسمها مهارات الانصات، وهنتكلم فيها عن التسع حاجات اللي بتمنعني ان اعمل انصات تفاعلي. طالما جبنا سيره الانصات التفاعلي يبقى هاجي اقول لك ايه هو الانصات التفاعلي استاذه هبه، جزانا واياك. دخلنا حاجه اسمها لغه الجسد، ايه حكايه لغه الجسد دي؟ هو احنا ناسيين ان احنا في حاجه اسمها مشروع اجتياز التدريب؟ طب يبقى حرام عليا ان انا اجي واقول لك تعال اعمل مشروع اجتياز التدريب وتعالى انا هقيمك على لغه الجسد وانا مش قايل لك ايه هي لغه الجسد. ما ينفعش افترض ان انت عارفها، لا، احنا هناخد محاضره في الموضوع دوت ونقول لك ايه هي لغه الجسد، كمان ازاي نلقي الاسئله ومهارات السؤال، بس لا كمان مهارات الاجابه على السؤال، ولما تزنق في سؤال اعمل ايه في وسط المحاضره، واتاكد ازاي ان السؤال ده حقيقي وغير حقيقي. كمان حاجه اسمها التغلب على الاعتراضات، افرض وانا واقف في المحاضره كل ما اقول حاجه الاقي واحد طالع لي من تحت الارض بيقول لي انا مش وافق انا مش وافق، هنعمل معاه ايه؟ بعد كده بعد ما نخلص كل الكلام ده هنخش في حاجه اسمها مرحله الاستعداد للتدريب. انت راجل مدرب، انت راجل مدرب، النهارده مرحله الاستعداد للتدريب بتبقى عباره عن ايه اللي المفروض اعمله قبل ما ادخل مرحله التدريب وقبل ما اقدم التدريب بتاعي. هنتكلم عن حاجه اسمها الحقيبه التدريبيه، ونتكلم ايه هي الحقيبه التدريبيه وازاي بنجهزها وايه هي الخطوات اللي بننفذها جوه الحقيبه التدريبيه. بعد كده هخش معاكم وندخل التدريب ونوريكم يعني ايه مرحله تقديم التدريب. مرحله تقديم التدريب وايه الحاجات اللي لازم نراعيها واحنا بنشتغل في التدريب، ثم اخيرا هنوصلكم بخاتمه مرحله ما بعد التدريب ونتكلم فيها باذن الله باذن الله اذا عشنا عن مهارات الاسئله الصعبه. الاسئله الصعبه وازاي اتعامل مع الشخصيات صعبه المغص. صعبه المغص يعني الشخصيات المرهقه المشاغبه اللي هي بيبقى صعب عليها جدا ان هي تقعد في محاضره هاديه. وكمان هنتعلم مع بعض كلنا ثقافه خدمه ما بعد التدريب. يعني ايه خدمه ما بعد التدريب؟ نفكركم، هل احنا عارفين يعني ايه خدمه ما بعد التدريب؟ يا ريت لو قفلنا الشات نفتحه عشان ناخد ردود فعل من الناس. يعني ايه خدمه ما بعد التدريب؟ طب مين عارف خدمه ما بعد البيع؟ اللي عارف خدمه ما بعد البيع هيبقى سهل عليه. ايوه برافو عليكي استاذه دينا، خدمه ما بعد البيع. خدمه ما بعد التدريب ان احنا ان شاء الله باذن الله بنتابع حضراتكم، بنتابع المتدربين وبنقف جنبهم لغايه ما نوصلهم لبر الامان وقدروا يقفوا على ستيج وعلى مسرح وعلى قاعه ويدوا تدريب كامل متكامل ويشتغلوا كمدربين بمهاره وكفاءه عاليه. ده كله ازاي؟ ده كله من خلال التواصل بايميلات، من خلال التواصل بمواقع الالكترونيه لكلنا دينا كلنا، وبنتابع اللي محتاج ان هو يجهز ماتيريال واحنا راجعها له، احنا عندنا استعداد لكده. اللي محتاج ان هو يسالنا نشتغل ازاي او نبدا ازاي برضه بنحاول ان احنا نغطي له كل رغبه. نيجي بقى للحته المهمه والخطيره واللي كلكم اكيد هتفرحوا لما تسمعوها، ايه هي؟ مشروع اجتياز التدريب. اللي هيزعل من مشروع اجتياز التدريب يقول لي مشروع اجتياز التدريب ده دي حاجه فله جدا، حاجه جميله، لانه ببساطه بيوضح لنا انت استفدت بالتدريب ولا لا. ازاي استفدت من التدريب ولا لا؟ احنا هنطلب من حضرتك في عجاله 5 دقائق برزنتيشن، تجهز لنا 5 دقائق، تعمل لنا 3 أو 4 سلايد على باور بوينت هتبعتهم لنا، وتيجي في يوم العرض اللي هنتفق فيه مع حضرتك مسبقا، بتيجي هنديك اوبشن ان انت تفتح المايك وتشغل الكاميرا ونبدا نقيم حضرتك من خلال البرزنتيشن. طيب ايه هو الموضوع اللي احنا هنعرضه
حضرتك اختار زي ما انت عايز، احنا ناس كرمه ومش هنضغط عليك تختار لك احنا كمان الموضوع، احنا هنبقى رخمين قوي. دكتوره ياسمين وصلت الرساله وانا مش فاتح، شكرا لك. تاني، احنا مش هنختار لك موضوع التدريب او موضوع البرزنتيشن اللي انت هتعمله، حضرتك اللي هتختار الموضوع اللي انت عايزه. طيب اختار في ايه؟ والله حضرتك عايز تتخصص في ايه؟ يعني انا لو مكانك وبفكر معاك بصوت عالي، لو انا عايز اتخصص في التنميه البشريه يبقى اختار موضوع عن التنميه البشريه واعمل برزنتيشن عليه 5 دقائق. طب انت ممكن تقولي لي انا كنت عايز اتخصص في الحاسب الالي، اقول لحضرتك خلاص لو سمحتي اديني برزنتيشن عن الحاسب الالي في 5 دقائق، وفي نفس الوقت كوني معانا مستعده بالمايك وبالكاميرا عشان نقدر نتفرج على حاجات معينه ونقيمك عليها. طب انت يا احمد هتقيمنا على ايه؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت هنقيم حضراتكم على لغه الجسد اللي احنا هنشرحها برضو، اذا احنا مش هنبيعكم، يعني احنا هنشرح لكم يعني ايه لغه جسد وهنقول لكم تتعمل ازاي، وبعد كده نشوفكم استفدتوا مننا وبداتوا تنفذوها ولا لا. هنقيمك على قدرتك على توصيل المعلومه، هنقيمك على ادائك الصوتي، هنقيمك على اداره الوقت. ايه اداره الوقت؟ لما اقول لحضرتك انت هتعمل برزنتيشن في 5 دقائق ما تقعدش بقى 10 دقائق شغال، هسيبك، ممكن تفتح على السادس، ممكن تفتح على السابع، ده معناها ان انت مش قادر تعمل تايم مانجمنت. استاذ محمد بيقول لي ابيع لحضرتك حاجه معينه، والله حضرتك لو عايز تبيع لي اهلا وسهلا، بس انا ما معيش فلوس دلوقتي، لكن هي الفكره ان انت هتعمل لي برزنتيشن. اذا انت بتفكر تبقى مدرب في مجال السيلز، في مجال السيلز، يبقى حضرتك هبقى شاكر جدا ان انت تجهز لي برزنتيشن في الـ في الـ في السيلز، وتعرض لي موضوع مثلا انت عايز تبيع قلم، وتقول لي هتعرض لي القلم ده ازاي، وتقول لي القيمه الماديه بتاعت القلم ده ازاي، واشرح لي ازاي ايه تستفزني او تحفزني بحيث ان انا اشتري منك. طيب هنقيم حضرتك على ايه تاني؟ على الاسئله. انا ممكن اسالك في وسط العرض بتاعك، هتبقى مرن معايا ولا هتحس ان انا رخمت عليك وتتنرفز؟ فيبقى ما عندكش ثبات انفعالي. ثبات انفعالي يعني اكونترول، هعمل كنترول على نفسي ومش هتنرفز. تكنيكال ريب انا ما عنديش مشكله، زي ما اتفقنا يا استاذ جوده احنا مش بنختار لحضرتك الماده العلميه اللي انت هتجهزها، جهز لي في اي حاجه انا معاك. استاذه سهى التربيه الخاصه اهلا بيكي، مفيش اي مشاكل، ممكن كل حاجه يا جماعه، بس خلي بالك المامك بالماده العلميه جزء من التقييم. يعني اذا هتتكلميني على التربيه الخاصه توقع مني وانا بدات دراسه في الموضوع دوت ان انا هسالك سؤال رخي شويه في الموضوع دوت، فلازم تبقي جاهزه ومستعده للرد. طيب جات لنا اسئله كتيره اليومين اللي فاتوا دول على موضوع مهم جدا. ايه هو؟ في بعض الناس بيبعتوا يقولوا طب احنا الحقيقه 3 مواضيع، الاولى موضوع الشهاده، هناخد شهاده ولا لا؟ احنا قلنا ان ملتقى الدارين مشكورا هيدينا شهادات. طيب كان عندنا مشكله في الناس اللي ما حضرتش اول مره، وان هم مش مستحقين لشهاده طالما ما حضروش ال8 محاضرات بتاعتنا. الحمد لله وبعد ما اجتمعنا ملتقى الدارين انوار رساله والمحاضر، اجتمعنا كلنا واتفقنا على ان نخلي نسبه حضور 6 محاضرات من الثمانيه. 6 من الثمانيه. يبقى اللي ما حضرش معانا المره اللي فاتت لسه في فرصه قدامه ان ياخد شهاده. اللي ما حضرش النهارده كمان لسه في فرصه قدامه ان ياخد شهاده اذا حضر من المره اللي جايه وواصل معانا. المره اللي جايه اللي هي امتى؟ اللي هي الخميس. اصل احنا شغالين امتى؟ حدي 3 خميس من 9 ل 11. مش بس كده، بس انا عايز انبهكم ان الشهاده لا تستحق بالحضور. الشهاده تستحق بالحضور زائد اجتياز مشروع التدريب. طيب هيجي لي حد يقول لي انا ما عنديش مايك. اه والله اتقالت لي انا ما عنديش مايك، يعني ما عنديش ميكروفون. معقوله الكلام ده يا جماعه؟ صعب طبعا. هيجي حد يقول لي انا ما عنديش كاميرا. لا مش للدرجه دي يا استاذ محمود، يشتري انا معاك. استاذ داليا انا ما عنديش كاميرا. طيب يا جماعه الموضوع ابسط من كده. انا بفترض ان اللي بيجي يقول يا جماعه انا ما عنديش مايك ده عايز يشجع نفسه اكتر من كده، يحفز نفسه اكتر من كده. دي كلها رسائل سلبيه، بنحاول نوجد بديل ان احنا ما نواجهش الجمهور. بنحاول نوجد بديل ان احنا ما نواجهش الجمهور
فبليز نحاول نجتهد كلنا ان احنا يبقى عندنا كاميرا ومايك يوم العرض، ولسه عندنا وقت. استاذ موسى جزاك الله خير، بتقول انا مستعد من الان، ربنا يبارك لك يا رب. ايوه، عايزين الرسائل الايجابيه ديت عشان خاطر نشجع بعضنا. الاستاذه ساره بتقول احنا عايزين كاميرا ليه؟ احنا عايزين كاميرا يا استاذه ساره عشان خاطر نقدر نقيم حضرتك على لغه الجسد وقدرتك على الاتصال والاي كونتاكت. عايزين نشوف حضرتك وانت بتتكلمي ايديكي بتترعشي ولا ثابته. كل ده هنقدر نقيمه ازاي من غير كاميرا؟ اكيد اكيد يبقى في وسيله للتعاون. اللي ما عندوش كاميرا يحاول يستلف كاميرا، اللي ما عندوش مايك يحاول يستلف مايك. والحقيقه لو بس مايك هنسمع حضرتك وهنحاول نقيمك لو بس مايك. بس هي السؤال دلوقتي بالنسبه للبنات هيبقى مسموح لو بس مايك لاعتبارات خاصه، لكن بالنسبه للرجاله مش هنقدر نسمح بحاجه زي كده. المايك بالنسبه للبنات بس مسموح، بالنسبه للرجاله مش هينفع. استاذ يحيى مفيش تفرقه ولا حاجه، بس انت فاهم ان في بعض البنات مش حابه ان هي تكشف عن وجهها، فمفيش تحيز ولا حاجه. شكرا ليك يا استاذه شيماء، جزاك الله واياكم يا استاذه بسمه. لكن اللي انا مش هقدر اوافق عليه واظن حضراتكم كلكم هتشاركونوا فيه، ان ما ينفعش يجي حد يعتذر عن المايك. وزي ما امبارح حد كلمني وقال لي انا ممكن ابعت لك البرزنتيشن اتفرج عليها. طبعا احنا ايه، احنا مش الهدف ان انا اقيم انتوا بتعرفوا تعملوا ملف باوربوينت ولا لا، لان انا الحقيقه مش متخصص في الاي تي، لكن انا متخصص في التدريب. فبالتالي كونك تعد برزنتيشن او ملف على الباوربوينت مش هو ده الهدف في حد ذاته، لكن المعيار الرئيسي هو ادائك انت والاداء الصوتي ونبره الصوت، واذا كان كاميرا طبعا انت المستفيد اكتر. على فكره يا جماعه، الناس اللي هتكسل وتبقى عندها القدره ان هي تجيب كاميرا بس هتتحفظ لاسباب خاصه، الحقيقه انا عايز اقول لكم ان هو بيخسر. ليه؟ حضرتك لو هدفك ان انت تستفيدي يبقى هتقاومي الظروف وهتيجي وتجيبي الكاميرا وتعرضي قدامها، لان انت مستفيده ان احنا هنطلع نقاط ضعف وهندردش معاكي فيها ونحاول نشتغل معاكي فيها في خدمه ما بعد التدريب، ان احنا نعدل نقاط الضعف اللي عندك، اللي احنا هنشوفك وهنقول لك انت عندك مشكله في كذا واحد اثنين ثلاثه ونحاول نشتغل عليهم بعد كده. احنا مع بعض، احنا فريق واحد. فاحنا لما نشوف المشاكل دي هنقول لك عليها وهنظبطها لك، بحيث ان انت ان شاء الله لما تيجي تقفي قدام محاضره بعد كده تبقي واقفه ومعندكيش المشاكل دي. طيب برافو عليكي، بالظبط كده يا دكتوره ميرفت، عادي كانك بتعطي محاضره لمجموعه، بالظبط كده يا فندم. طيب نداء اخير للدعم الفني قبل ما نبدا، اللي عنده مشاكل في الصوت يا ريت يقفل برامج الشات واي برامج تحميل او تحديث. اي تساؤلات يا جماعه تاني قبل ما نبدا محاضرتنا النهارده؟ امتى يوم العرض؟ ان شاء الله يوم العرض بيتحدد في اواخر المحاضره. يعني احنا النهارده لما نخلص الماده العلميه بتاعتنا هنبدا العروض وهنعمل جدول وبالاسماء هنبدا نحدد العروض هتبدا ازاي ومين هيعرض في اليوم الفلاني ومين هيعرض في اليوم الثاني وهكذا. طيب احنا موضوع الشهادات، احنا اتفقنا ان في كونتاكت بيرسون، في شخص مسؤول عن الشهادات. فاي اسئله اعتقد لو دخلنا على الجروب هنلاقي الايميل الخاص بيه الاستاذ طارق، مشكورا هيبقى يرد على تساؤلاتكم بخصوص الشهادات. طيب نقفل الشات يا جماعه ونبدا نشتغل مع بعض محاضرات اليوم. الدعم الفني بيوضح ان الفرانكو ممنوع، يا ريت اللي يكتب يكتب اللغه العربيه. شكرا ليكو. احنا النهارده الحقيقه هنتكلم مع بعض على حاجه مهمه جدا جدا، وهي بيئه التدريب. بيئه التدريب هو الاماكن اللي احنا بنشتغل فيها وبنجهزها قبل التدريب. بيئة التدريب هي ببساطة لما تيجي تنوي حضرتك تشتغل كمدرب
تشوف بيئة التدريب بتاعتك وتبدأ تعد بيئة مثالية وتراجع حاجات معينة قبل ما تشتغل. نراجع إيه؟ نراجع المعدات الصوتية، نراجع ترتيب المقاعد في القاعة اللي انت بتشتغل فيها، المقاعد دي مريحة ولا رخمة فيها مشاكل. اذا انت بتحاول ان انت تلتزم فبتحاول تخلي اماكن مخصصة للبنات واماكن مخصصة للرجالة والشباب الولاد، بتخلي درجة حرارة القاعة بقدر الامكان جيدة. يعني لو احنا الصيف وحر جدا يبقى يريد في تكييف، لو احنا في اماكن تطوعية زي مثلا جمعية رسالة او مع فريق اعطاء يبقى على الاقل في مراوح، اذا ما كانش في مراوح لازم الشبابيك تبقى مفتوحة. الاضاءة مهمة جدا، يبقى في تحكم في الصوت ووسائل البصرية، اذا في امكانية المايك يكون شغال في المحاضرة كويس جدا. بتراجع الحقيبة التدريبية، وهي باختصار هي المحتوى التدريبي اللي حضرتك هتقدمه. بيبقى مهم جدا ان انت حضرتك لو انت كمدرب عندك قهوة، شرب القهوة او الشاي او العصير او المية، لو حضرتك مثلا بيجي لك هبوط من المجهود اكتر من ساعة مثلا واقفة او كده، لازم يبقى معاك عصير ومية وقهوة وشاي، كل الحاجات دي لازم تطمن ان هي موجودة معاك عشان ما يحصلكش دروب وانت واقف بتدرب او بتحاضر. طيب الحقيقة في الخمس دقايق اللي جايين او في العشر دقايق اللي جايين هنركز على انماط ترتيب المقاعد. ازاي بنرتب المقاعد جوه في 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 مشكلة في الصوت؟ طيب يا شباب ساعدوني، لو في مشكلة في الصوت يا ريت نقول، او لو الصوت كويس نقول واحد عشان نعرف زميلتنا هي اللي عندها مشكلة ولا الصوت عام بصفة عامة في مشكلة. نفتح الشات يا جماعة نعمل تيست لو سمحتوا. الدعم الفني بيقول لنا الصوت تمام، ناخد فيدباك من الناس. طيب الحقيقة مش كل الناس بتقول الصوت كويس. طيب الناس اللي بتقول الصوت مش كويس لو سمحتوا اقفلوا اي براوزر بخلاف الخاص بالمحاضرة بتاعتنا، بخلاف القاعة، لو سمحت اقفل اي حاجة مفتوحة عندك ونحاول نجرب تاني. الصوت بيقطع، لو سمحتوا نقفل اي حاجة مفتوحة بخلاف البراوزر. حاضر يا استاذ عفاف. الأستاذ محمد جابر بيقول ممكن الحضور في مقر الرسالة ساعة المشروع بدل من موضوع الكاميرا. الحقيقة أستاذ محمد أنا بعتذر لحضرتك، هذه المحاضرات أونلاين، وبالتالي فريق الإعداد ترتيباته كلها مجهزة على أن يتم العرض أونلاين. طيب نعمل تيست صوت تاني يا جماعة، يا ريت لو الصوت واضح كده ندوس واحد. الحقيقة أنا بعدته، يعني فعلا من اول رساله انا بعته، ويا ريت لو في حاجه تانية انا تحت امرك. طيب شكرا ليك يا استاذ محمود. طيب دكتوره ميرفت بتقول هل من الممكن الحصول على سلايدات؟ نعم يا دكتوره ميرفت، احنا قلنا قبل كده ان كل الماتيريال هتبقى موجوده على الجروب بتاعكم بتاع الكورس دوت، ان شاء الله كل الماتيريال هتبقى نازله، هتنزل زي بالظبط ما بينزل الرابط بتاع المحاضره، هينزل الماتيريال وهتبقى تحت ابروكو بس بعد ما نخلص المحاضرات كامله.
استاذ يحيى بيقول ممكن المحاضره الاولى يا فندم متسجله وموجوده فعلا على الجروب، لو حضرتك تتفضل وتتقرب وتنزل على الجروب بتاعنا هتلاقي في المحاضره الاولى متسجله، والماتيريال احنا ردينا عليها قبل كده، قلنا ان كل الماتيريال هتنزل بعد ما نخلص المحاضرات. هنقفل الشات ونكمل مع بعض تاني. انماط ترتيب المقاعد، الحقيقه من اوائل الانماط اللي بنستخدمها في المحاضرات وفي التدريب شكل يو. يو ده حرف بالانجليزيه او اللاتينيه، والحقيقه حرف يو لو احنا بصينا على الرسومات هو ده حرف يو. الحقيقه المحاضر بيقف هنا، لو حضراتكم مركزين معانا هنا المحاضر بيقف، بيبقى حاطط في الداتا شو والعرض، بيجي المتدربين بيبقوا قاعدين في هذا الشكل، هنا الناحيه الثانيه برضو، وقدامه بهذا الشكل. ده شكل عام اللي انا بحدده دوت، ده شكل حرف يو في اداره محاضره او اداره تدريب. والحقيقه انا حابب اسمع اراء حضراتكم، هل هذا الشكل، لو نفتح الشات يا جماعه، هل هذا الشكل مقبول بالنسبه لحضراتكم؟ هل في عيوب انتوا شايفينها بالنسبه لشكل حرف يو؟ ده شكل حرف يو، المحاضر بيقف هنا، تبقى هنا في المكتب او الترابيزه اللي عليها الداتا شو، يبقى هنا في الحضور قاعدين. احب اسمع من حضراتكم رايكم في حرف شكل يو، وهل في ميزه او في عيوب، ناخد ارائكم. نفتح الشات يا جماعه لو سمحتوا، دعم الفني من فضلكم. هو من الافضل برايي لكن حسب عدد، شكرا يا استاذ عادل، بيقول حسب عدد الحضور. تمام، لو العدد كبير هتبقى مشكله، صحيح. صعب على المحاضر النظر الى الجميع، لا ما فيش حاجه صعبه على المحاضر، المحاضر لازم يهيئ نظره ان هو يتعامل مع الجميع. نعم ممكن الناس عن جنبين مش هيشوفوا، حلو، برافو عليك يا استاذ محمود. اسمح للمدرب بالرؤيه، الرؤيه مش هتكون جنبين، المكان العدد قليل ضيق، مقبول ان يتيح للمدرب ان يتجول باتجاه السائل. باتجاه ايه يا فندم؟ السائل، فهمتش، او السائل اللي هو بيلك السؤال. طيب خلينا نقول ان حرف يو ملائم للاعمال، يعني اجتماعات، المدرب يقدر يسير في النص داخل الحرف، بيقدر يشوف كل المشاركين وشكل مألوف، لكن عيبه انه رسمي جدا، يعني في مجال الاعمال بيبقى رسمي جدا. هو صحيح بيتيح للمدرب التحرك لكن عنده مشكله. لو بصيت معايا هنا هتلاقي ان المدرب مثلا لو جه وقام واقف هنا في النص، فهيضطر في لحظه من اللحظات ان يدي وشه لصف او للاتجاه، وفي نفس اللحظه هيبقى ظهره لحد تاني، فطبعا بتبقى مشكله كبيره جدا ان هو مستوى الرؤية بينه وبين المتدربين بيفقده في لحظة، فدي من أهم العيوب. هتلاقي بعض المشاركين محجوبين بأجهزة العرض، لأن هو أجهزة العرض هتبقى واقفة بينه، عاملة زي حائط سد بينه وبين المتدرب، والناس اللي قاعدة ورا أجهزة العرض مش هتكون متاحة للرؤية. إذا هو في مزايا وفي عيوب. ده بالنسبة لشكل حرف يو. مكان المدرب بيغير ميزة الوضع. بالنسبة في بعض الناس بتقول ان هي اكثر جلسة ارتحت لها، لسه في الاخر خالص هنقيم الاوضاع كلها وبعد كده او الانماط كلها ونقول مع بعض ايه افضل جلسة هنرتاح لها. طيب ده بالنسبة لحرف يو. هناخد بعد كده شكل حرف في. شكل حرف في ده بالنسبه للرؤيه بيبقى حرف في دوت حاجه كويسه جدا، والحقيقه بيبقى التواصل بينه وبين المدرب والمشاركين جيد جدا، واقل شويه من الناحيه الرسميه، لكن مشكلته ان هو عايز مساحه، يعني لو شايفين مع بعض ده حرف الفي. الرؤيه اي حد هيقف يا فندم
هيقعد قدام المتدرب في الاتجاه كده، في الاتجاهات دي كلها. وهنا برضو لو اي متدرب قاعد كده شايف المحاضر والمحاضر شايفه، بس هو محتاج مساحة كبيرة وعايز عدد قليل، فبرضو عنده مشاكل في الرؤية. طيب ناخد شكل تاني، شكل هيكل سمكة الرنجة، نشوفها مع بعض. ده الشكل بتاع هيكل سمكة الرنجة. الحقيقة الشكل دوت بيبقى برضو المدرب موجود هنا، وهتلاقي جنبه البرزنتيشن او الداتا شو بتاعته، والناس هتبقى شغالة قاعدة على الجانبين هنا مثلا وهنا، ومن الناحية التانية نفس القصة، وقاعدين بهذا الشكل عاملين شكل هيكل لسمكة الرنجة. الحقيقة ان بنرجع تاني ونقول ان فيها ميزة وفيها عيب. الميزة ان المساحة بتبقى حلوة بالنسبة للعدد الكبير، المشاركين كلهم بيشوفوا الشاشة وبالتالي بيشوفوا المدرب، المدرب يقدر يمشي مفيش اي مشكلة. لكن من ضمن العيوب اللي بتقابلنا ان ده بيفكرنا شويه بايام الدراسه، الشكل التقليدي. طالما احنا واقفين ورا بعض بالطريقه دي، يبقى اللي واقف في المكان ده مش شايف من اللي قدامه، واللي واقف في المكان الصف التاني مش شايف من الاولاني، وبالتالي التالت مش شايف من التاني والاول. يعني هنرجع تاني لفكر الطويل يقعد ورا والقصير يقعد قدام، فبيفكرنا بأيام المدارس، وبيكون في صعوبة في الرؤية. شكرا أستاذ الفداء أو أستاذ الفداء. بيبقى هنا بنحكم على الاتصال بين المدرب والمشاركين بأنه اتصال ضعيف. طيب النمط اللي بعد كده هو شكل الدايرة. الدايرة ده شكل بيبقى شكل مثالي في التدريب، لأنه أولا بياخد قدر كبير من المتدربين، مستوى التواصل بيبقى عالي جدا، بيبقى أقل قدر من المحادثات الجانبية بتكون موجودة. يعني أنا بمنع إن أنا أكون محادثات هامسة بين الأشخاص المتدربة، وده كثيرا ما يحدث في الكورسات، إن تبص تلاقي كل واحد قاعد بيتكلم مع اللي جنبه. فأنا لما بعمل شكل الدايرة بأقنن الموضوع ده أكتر. لكن من عيوبه إن أنا من الصعب إن أنا أجد المساحة اللي هتكفيني في شكل الدوائر. والحقيقه بعض المشاركين هيكون عندهم صعوبه في الرؤيه دي. ده شكل الدايره اللي احنا اتكلمنا عنه، وزي ما قلت لحضراتكم من شويه هتلاقي المحاضر او المدرب واقف هنا، والناس بتلاقيها حواليه موجوده بقى، ايه ادي هنا متدرب هنا متدرب هنا متدرب وهكذا. الحقيقه يبقى المجال كويس، لكن صعب جدا انك تلاقي مساحه، ومحتاج بقى ايه اعداد قليله لتنفيذ حاجه زي كده، زائد مساحه كبير. النمط اللي بعد كده بيكون نمط شكل المطعم. كلنا رحنا مطاعم وشفنا الترابيزات في المطاعم عامله ازاي. انماط ترتيب المقاعد بيبقى مثالي لجلسات بناء الفرق، رسمي بيشكل اقصى قدر من المشاركه، المدرب يقدر يسير دائريا حول الموائد. يعني خلينا نقول ان خلينا نفترض ان شكل المطعم ممكن يكون دوائر ترابيزات محطوطة كده، وهيجي أخونا المدرب يقف هنا ويبدأ يدي محاضرته، والناس موجودة على الترابيزة دي على الترابيزة دي على الترابيزة دي وهكذا. وهو يبدأ يتحرك بقى ما بين الترابيزات ويشرح، وفي نفس الوقت لو عايز يقف هنا ويتكلم الناس كلها شايفاه. وأنا طبعا يهمني إن شكل المطعم دوت في كورسات معينة بتبقى مهمة لي، وفي كورسات مش هيناسبها شكل المطعم. الحقيقه صعب على المحاضر يا استاذ يحيى، انا معاك، لكن في
دورات معينة، مهم جدا شكل المطعم ده ليه. عيوب شكل المطعم ان هتلاقي بعض المشاركين بيبقى عندهم صعوبة في الرؤية، وطالما ترابيزات يبقى المحاضر هيبص في اتجاه ويسيب اتجاه تاني، فهتبقى الناس مش منتبهة قوي، فدي من ضمن مشاكله. لكن ما ننساش ان شكل المطعم دوت بيساعدنا مثلا في دورة زي دورة مهارات الاتصال مع الاخرين. لما حضرتك تبقى قاعد وعامل كورس عن او دورة عن مهارات الاتصال، فتقعد الناس على ترابيزة واحدة، فده بتساعد على ان الناس تتعرف على بعض، وبتعمل تطبيق عملي ورك شوب على الكورس او الماتيريال اللي انت بتقدمها له. وبالتالي ما بتبقاش بس بتعرض ماتيريال وبتقول اجزاء نظري، لا، ده انت كمان بتبدأ تعمل تطبيقات عملية. واحسن تطبيق عملي انك تقعد مثلا 4 أو 5 أفراد على ترابيزة، والـ4 أو الـ5 ما يعرفوش بعض، وبعد كده تطلب فيدباك من كل واحد عن التاني، كأنك تقول مثلا ايه، لو ترابيزة عليها ألف وب، قول للألف يعرف لك ب، يقول لك مين هو ب، بيشتغل ايه، متجوز ولا لا، بيدرس ايه. دي من افضل الطرق وافضل الطرق لفرق العمل. برافو عليك استاذ محمود، وكورسات مهارات الاتصال. شكل الدرج دوت، اذا كانت الغرفة جيدة التصميم فاحنا ممكن نعملها في شكل مدرج. ده فعال جدا بالنسبة للمساحة، ومناسب لعروض التقديم اللي بتاخد شكل المحاضرات. يعني باختصار، فاكرين في الكلية كان ايه اللي بيحصل؟ فاكرين المدرجات بتاعت الكلية؟ برافو عليك يا استاذ يحيى، انت ما شاء الله عليك النهاردة، انت صحصح معانا على الاخر. المدرج كمان بيبقى رائع، برافو عليك يا استاذة داليا. لكن ايه عيوبه؟ ايه عيوب الجامعه يا جماعه؟ ايه عيوب المشاكل بتاعت محاضرات الجامعه؟ ان اللي قاعد ورا او اللي قاعد في النص ما بتلاقيش فيه تفاعل بينه وبين الدكتور، مش كده؟ تعالى ارجع معايا، احنا بنتكلم على المدربين، المدرب مش هيتفاعل مع المتدرب. هتلاقي ورا دايما في اي محاضره اي ولد مع اي بنت قاعدين بيتكلموا مع بعض وسايبين الدكتور يهادي. تعالى ارجع معايا انت في المحاضره في التدريب، هتلاقي برضه ان المدرب مش هيبقى متفهم او عامل كوميونيكيشن وتواصل فعال مع المدرب. صعب جدا ان انت في ظل التدريب ان انت تجهز غرفه او قاعه بهذا المنظر، لان انت الجامعه ليها مواصفات خاصه وفيها مدرجات خاصه. عشان كده الكلام ده ينطبق عليه في اماكن مفتوحه زي الجامعه او اماكن كبيره زي الجامعه. لكن لو انت بتاخد في سنتر مثلا، هتدي كورس في سنتر، صعب تخش السنتر تلاقي فيه قاعه عامله زي المدرجات. وده شكل المدرجات، ده شكل المدرجات. بيبقى المحاضر مشكورا او المدرب واقف هنا وجنبيه الماده، جنبيه البروجيكتور، الداتا شو بتاعته محطوطه هنا مثلا، وبيبدا يعرض. بيجي المتدربين قاعدين هنا في شكل المدرج. طبعا اذا هتقول لي ان المحاضر او المدرب عنده تواصل مع الشخص اللي قاعد هنا، فهقول لك استحاله. ازاي؟ كبيره اتصال بصري، لكن فعاليه واتصال ويبقى قريب منه هيبقى صعب جدا. وبالتالي بيفقد الميزه بتاعه التدريب، وده اللي بيخلي ناس كتير قوي تبقى قاعده في المحاضرات وتطلع مش فاهمه حاجه. طيب يا ترى علم النفس قال لنا ايه؟ علم النفس بيقول لنا ان المسافه بين المدرب والمتدرب كل ما كانت قريبه، كل ما كانت المشاركه كبيره، والمتدرب بيحصل اكتر وبيستفيد من المدرب. وبمفهوم المخالفة، هتبص تلاقي ان كل ما كانت المسافة بين المدرب والمتدربين بعيدة، المشاركة بتقل والاستفادة بتقل، والمتدرب بيطلع من القاعة وبعد التدريب ما هواش محصل المعلومات اللي المدرب عايز يوصلها. طبعا النقطة التانية بيقول لنا علم النفس برضو، اي محاضرة او اي تدريب هتعمله ويكون على شكل صفوف، ده بيقلل التفاعل. اي نوع من الصفوف في المحاضرات ده بيقلل التفاعل، وبالتالي زي ما الاستاذ احمد بيقول لنا لازم يكون في تفاعل، اذا احنا نبعد عن الشكل الصفوف. احد علماء النفس برضه بيقول لنا حاول تغير نمط الجلوس من جلسه للجلسه.
طبعا انت في الايام الطويله بيبقى في بريك، اذا كان في البريك غيرت من وضع الجلسه بيكون افضل عشان خاطر المشاركه. الاشخاص او متدربين اللي هم متدربون اللي هم بيبقوا غاضبون او صعب المقاس او صعب التعامل، هتلاقيهم دايما بيحاولوا يبتعدوا عن انهم يجلسوا مع بعض في شكل مجموعات او شكل ترابيزات، علشان خاطر دي هو اصلا جاي بيبقى متضايق وقرفان من نفسه فمش عايز يتفاعل. استاذ محمود بيقول في محاضره حضرتها استخدمنا 3 انواع من الجلسات. انا معاك طبعا، زي ما اتفقنا ان كل ما نوعت في الجلسات كل ما كان التفاعل بيزيد، ما بيبقاش فيه رتابه، بيقدر المدرب ان هو يوصل مع المتدرب الى اقصى درجه من الاستفاده. استاذ محمد سعيد بيقول اتصرف ازاي؟ في ايه يا فندم؟ استاذه ثريا بتقول ممكن تنوع في الدوره الواحده. اي يا فندم ممكن تنوع في الدوره الواحده. احنا سؤالنا التالي يا جماعه، اي انواع او اي انماط ترتيب المقاعد تفضلون؟ حضرتك بتفضل اي نوع؟ بس لو سمحت لما هتقولي النوع، يعني هتقولي مثلا انا عايز الشكل المدرج، هتقولي شرط المدرج شرطه، لماذا؟ هتقولي ليه؟ ما تدينيش الراي وتمشي، لا قولي ليه. برجع تاني، شكرا يا استاذ ايمان. يا شباب خليكم معايا، انا سؤالي بيقول لو سمحت قول لي النوع المفضل بالنسبه لك وقول لي ليه. افضل الشكل يقول لانه من وجهه نظري بيسمح للمدرب بالتعامل المبسط مع المدربين. شكرا ليك. المدرج للاعداد الكبيره واليول للاعداد الصغيره. استاذ محمد سعيد شكرا ليك. طيب ايه رايك يا استاذ محمد لو تفكر في نوع الماده العلميه كمان؟ هل المدرج هينفع في كورس فريق العمل مثلا، او في دوره مهارات الاتصال مع الاخرين؟ ده هيبقى صعب جدا. اذا معيار الاعداد الكبيره مش بس هو اللي بيحكمنا يا مستر محمد. الاستاذه داليا قالت لي انا بفضل المدرج والمطعم. طب يا استاذه داليا حضرتك ما قلتلناش ليه؟ استاذة بسمة بتقول كل نوع حسب نوع المحاضرة والافراد، ده جميل جدا بس انا محتاج من حضرتك تختاري لي النوع اللي انت بتفضليه. استاذ موسى بيختار المشكل المدرج، لو سمحت قول لي السبب يا استاذ موسى. عاشقة الفردوس نص دايرة وعن تجربة. عن اي محاضرة يا استاذة؟ وكنت بتدرسي ايه او ايه التدريب بتاعك اللي انت عملتي فيه نص دايرة؟ الشكل الدائري يا استاذة ايمان ممكن تقول لنا السبب؟ وانا كمان الحقيقه انا ما فهمتش وانا كمان دي على ايه. استاذه سهى بتقول ازاز التواصل بين المحاضر والمتدربين. استاذه سهى لو سمحتي اديني الجمله على بعضها عشان اقدر افهمك، يعني تقولي لي انا محتاجه الشكل الفلاني عشان كذا. عندي هنا الاستاذ امين بيقول انا شخصيا ارى شكل حرف يو لانه يكون رسمي جدا وهذا ما تحتاجه بعض الدورات، وكذلك شكل حرف المطعم، شكل المطعم اذا كان للدوره طابع اجتماعي. طب يا استاذ امين، وهل انت لما تعمل شكل حرف يو اللي هو رسمي جدا هتلاقي ناس كتيره بتيجي تحضر لك وانت كل حاجه رسمي؟ خلينا نفكر بمنطقيه، هل لو انت بتعمل دوره والناس هربانه من فكر الجامعات ومن فكر العمل وعايزين يحضروا عشان يزودوا تنميه بشريه عندهم او اي مجال تدريبي اخر، هل هيحتاج الجو الرسمي؟ استاذ محمود بيقول شكل المطعم بيشجع العمل مع ورش العمل. برافو عليك، صح، دي جمله سليمه. استاذ محمد السمكه لزياده التواصل، والله انا بفضل في مساله التواصل ان احنا ناخد شكل المطعم عشان تقدر تعمل شكل تواصل افضل. استاذه احلام بتقول كل نمط مناسب لحاجه معينه وحسب الحضور، ده كلام جميل جدا يا استاذه احلام بس الجمله بتاعتك عامه، وانا كنت حابب ان حضرتك تدينا رايك الشخصي في النمط اللي ممكن تستخدميه لدوره معينه. اختاري اي دوره وقولي لي الدوره الفلانيه هعمل النمط الفلاني عشان اقدر احس ان انت في استوعبتي معانا. استاذه وفاء بتقول الدايره لانه في تواصل اجتماعي، احييكي، ده كلام سليم. استاذ محمود طيب، دكتور حنين بتقول الذاكره الدائره للتواصل فيها افضل واقرب تقرب بين المتدربين وبعضهم. تمام كده انا متفق معاكم.
ابو ملك، ابو ملك بيقول الدائري علشان، وسابنا نقول احنا علشان براحتنا. طيب استاذ، استاذ السلافه، السلافه بتقول حرف يو بيتيح للمتدربين التفاعل مع المدرب والرؤيه. طيب انا هجري شويه عشان نحاول ناخد. استاذ عصام، استاذ عصام ابراهيم اهلا بيك، بيقول حرف يو لانه بيعطي المدرب ان يكون اكثر قربا من المتدربين ويتفاعل معهم بان يقترب من الشخص، وكذلك يسمح للمتدرب بالخروج لتطبيق شيء معين. بس يا مستر عصام حضرتك عارف ان انا لما هستخدم حرف يو هتيجي عليا لحظه معينه هبقى مد وشي للاين معين او ناس معينه، وفي نفس اللحظه هيبقى في سواد، هيبقى ظهري لناس تانية، فبيحصل التواصل البصري بينقطع في لحظه معينه. فبليز نفكر تاني. أستاذة عشقة الفردوس يا ريت خليكي معانا في موضوعنا. احنا محتاجين من حضراتكم عشان الناس اللي بتكتب في رسائل غريبة، بنرجو من حضراتكم ان انت تكتب لي الحرف او الشكل اللي انت عايزه والسبب بتاعه، وانا هحاول ان انا اقول كل او معظم الرسائل او الرسائل اللي انا بجد فيها اكثر قيمه. ويا ريت ما نديش رساله متقطعه يا جماعه، يعني ما اقولش في مسج حرف كذا او الشكل كذا وبعد كده افسر، لان انا ما بقدرش اربط، لان انا عندي عدد كبير قدامي مش هقدر اربط النوع اللي انت اخترته مع الرساله الا اذا كانوا الاثنين مع بعض. استاذه فاطمه بتقول انا قلت راي كتير وحضرتك مش بتشوفه، لا ان شاء الله تبي تاني يا استاذه فاطمه وانا هشوفه، اعذريني العدد كبير. الأستاذ يحيى بيقول يا دكتور محمد أعتقد أن الأعمار تحدد النمط كذلك البرنامج والأجهزة. طبعا دكتور محمد يرد على حضرتك، فأنا الحمد لله لست بدكتور، ثانيا أنا لست بمحمد، أنا اسمي أحمد مبارك. بالنسبة للأعمار هي اللي بتحدد النمط، الحقيقة إحنا بنقول أن النمط مش بتحدد على أساس الأعمار، لكن بتحكمني عناصر أخرى، هي نوع الدورة اللي حضرتك بتقدمها، نوع البرنامج، نوع المحتوى، كذلك المساحة المتوفرة ليك، كذلك العدد وليس العمر. طيب أستاذة فاطمة لو سمحتي قولي رأيك أنا مستنيه أهوت. أستاذة فاطمة حضرتك ما تكتبيش رأيك، أنت بتعيدي الجملة، أنا قلت رأيي كتير، شكرا، اديني رأي يا أستاذة فاطمة، أنا مش برجع لورا تاني، اكتبي رأيك عشان أقدر أعلنه أو أقوله. طيب استاذ عبد المنعم بيقول تم تدريبي في قاعه على شكل مطعم وكانت ممتازه وكان فيها 2 داتا شو. هايل، ممتاز. استاذه نهى بتقول الدايره بتكون نسبه التفاعل اكتر. تمام. ممكن تفقد الاتصال مع الناس مع حرف يو، صحيح يا استاذه، الاستاذه عشقه الفردوس. طيب استاذ احلام بتقول لنا في محاضره حضرتها كان فيها شكل المدرج تقريبا محدش كان مركز. حضرتك كلنا حضرنا المحاضره دي، حضرناها ايام الكليه وكلنا ما كناش مركزين. طيب استاذه ايمان جمعه بتقول الدائري في تدريس المواد الشرعيه. لا الحقيقه مش مستوعب شكل الدائري عشان ادرس مواد شرعيه. طب اذا كانت مواد نظريه ايه المشكله؟ قصدك ايه بالمواد الشرعيه؟ تجويد مثلا؟ طب التجويد لو عملته في صفوف هتبقى فيه مشكله؟ طيب المطعم يشجع التعلم يا استاذ سامح، صحيح، وخاصه في التدريب على تعلم اللغات. تمام. استاذه وفاء بتقول لنا شكل المدرج لان الرؤيه بتكون جيده اذا كان الاعداد كبيره ويستطيع الشخص القصير ان يتتبع جيدا. طيب استاذه بوسي بتقول انا مش فاهمه، يا ريت توضح لنا حضرتك مش فاهمه ايه واحنا فاهمين. دكتوره غاده بتتكلم بتقول قدره المدرب على التحكم في المحاضره مهمه جدا. طبعا احنا متفاهمين الجزئيه دي يا دكتوره غاده، بس احنا كان سؤالنا بيقول نمط ترتيب المقاعد هيكون ازاي؟ يعني مش هينفع ان انا النهارده اذا كانت قدرتي على التحكم كبيره
استخدم نمط معين، لكن قدرتي على التحكم قليله استخدم نمط تاني. الموضوع مش هيبقى بقدره المدرب على التحكم، اكيد في معايير تانيه. استاذه فاطمه اخيرا وجدناكي، افضل شكل الرنجه، شكل هيكل الرنجه يا فندم، شكل هيكل الرنجه علشان بيزيد التفاعل بين المدرب والمتدرب، ولكن مع الاعداد القليله. احييك، اتمنى ان انا كده اكون قلت رايك، رايك مظبوط. استاذه الدكتوره ميرفت بتقول كلام سليم جدا، نوع الماده وعدد المشاركين هو اللي بيجزم، فيعني لو كان في تفاعل كبير بين المشاركين ممكن انا متفق تماما مع هذا الراي، ودي عناصر مهمه. استاذ موسى بيقول لنا ان افضل المدرج لانه يعطيني رؤيه واضحه. طبعا الاستاذه عاشقه الفردوس قالت اللي احنا قلناه من شويه، هو المدرج بيدي يخلي نص الناس تنام. الحقيقه يا استاذه الاستاذه عاشقه الفردوس، المدرج بيخلي 90% من الناس تنام، وبتبقى ال 10% اللي هم الصف الاولاني اللي مع الدكتور هم اللي مش بيناموا عشان خاطر بيكتبوا وراه. شكرا استاذ. بنختم بالاستاذ محمود بيقول لنا كل حاجه على حسب العدد الموجود وحسب موضوع المحاضره. طيب بالنسبه للنقطة الثانية اللي هندخل عليها دلوقتي، هي نقطة أعتقد كلكم هتحبوها، هتبقى نقطة خفيفة وهتحسوا إن هي ممتعة. أنواع المدربين. إحنا بسرعة بسرعة قبل ما نقفل الشات لمدة 10 دقايق هنكلمكم دلوقتي عن أنواع المدربين، هنقول لكم كل الأنواع اللي موجودة للمدربين، وهيبقى في الآخر عشان ما تقولوش إن أنا سألت بعد ما قلت، مطلوب من حضراتكم حاجتين، تقول لي انت بتفضل اي نوع، يعني انت بتخطط لنفسك ان انت تكون اي نوع من المدربين، والسؤال الثاني عايز رأي حضرتك في المدرب اللي قدامك دلوقتي اللي هو احمد مبارك، وانت بتقيمه او بتفسره على انه اي نوع من انواع المدربين. السؤالين هقولهم تاني دلوقتي. انا هبدأ معاكم انواع المدربين، هقول لكم ايه هي انواع المدربين وكل نوع من انواع المدربين ده صفاته ايه وبيعمل ايه بالظبط، وهيبقى مطلوب من حضرتك سؤالين بعد ما نخلص. اي نوع من المدربين بتفضلهم يا استاذ عفاف؟ انا ما اقصدش اسماء، استاذنا الكبير المرحوم ابراهيم الفقي، احنا بنذكر انواع المدربين وليس اسماء المدربين، فحضرتك انتبهي معانا. احنا عايزين من حضراتكم بعد ما نحكي عن انواع المدربين تقول لي اي نوع من انواع المدربين هتارجت، هتبقى بتخطط لحياتك ان انت تكون النوع الفلاني. تاني حاجة فكر معايا المحاضر او المدرب اللي بيتعامل معاك دلوقتي اللي هو اسمه احمد مبارك، هتحطه تحت اي نوع من انواع المدربين. هنقفل الدعم الفني يقفل لنا الشات لمدة لغاية ما نخلص ان شاء الله. هبدأ معاكم باول نوع من انواع المدربين، هو المسيطر المبهر. هذا المدرب الحقيقة عنده قدرة عالية على التفاعل بينه وبين المدربين وبين المتدربين من اول وهله. بيقدر يستخدم الاساليب والحركات اللي بتناسب ظروف ومكان التدريب. بيستخدم صوته ومستوى الاداء بتاع صوته، بيعليه وبيوطيه وبيرفعه وبيطخنه كل حاجه عشان يقدر يشدد الانتباه. في بعض الاحيان بيحتاج يسكت لو حس ان القاعه فيها ضوضاء كبير. بيبقى شخصية بسيطة وتلقائي، بيستخدم اللغة بطريقة سلسة، ودايما بيحسس المتدرب بأنه يمكن الاعتماد عليه، ودايما بتلاقيه مبتسم ويميل للتفاؤل. ده الشخصية المسيطرة أو النمط بتاع المدرب المسيطر المبهر. المدرب المفكر. المدرب المفكر هو الحقيقة مدرب بيبقى شخصية عبقرية صاحب فكر، يعرف كويس قوي يعني ايه مهارة الانصات، يحترم الاختلاف في وجهات النظر، هتلاقي صوته واضح وهادي متزن، ما بيتحركش كتير في قاعة التدريب،
يميل لفلسفة الأمور، وبيبدأ يطرح لك أفكار غير تقليدية من أي سؤال بتسأله ده. النوع الثالث من المدربين هو النوع المهرج. المدرب المهرج يعتمد بصفة رئيسية على ذكائه الاجتماعي عشان يوهم اللي قدامه، أيوة بالضبط هي نفس اللفظة، عشان يوهم اللي قدامه اللي هم المتدربين إنه عنده مهارة علمية عالية. هتلاقيه خفيف الدم، بيضحك، بيعتمد على الفكاهة في المحاضرة بتاعته، والمتدربين بيقضوا معاه وقت كويس جدا. ليه؟ لأن طول الوقت بيضحكوا أو معظم الوقت بيضحكوا، ومعظم المحاضرة بيقضيها في قصص وحكايات والناس بتضحك ومبسوطة. لكن هل أنت بتخرج من عنده أو من محاضرته أو من بعد التدريب بتاعه عندك فايدة من التدريب؟ علامة استفهام. المدرب المهرج بيبقى ما بيهتمش بأساسيات المهنة، ما بيسعاش للتطوير، وفي نفس الوقت بيحب الشهرة، وبيحب كتير انه يحس بان الناس عارفاه، وبيحب يسمع نفسه. المدرب اللي بعد كده هو المدرب الحاكم. المدرب الحاكم انا دايما بشبهه بالدكتور بتاع الجامعة، اكاديمي، كل اللي مسيطر عليه نظرية ان انا بعلم ناس صغيرة يبقى انا هديهم تعليمات وانت ما تتكلمش غير لما ترفع ايدك، وإذا رفعت إيدك فكل آرائك غلط، لأن أنا بس اللي بتكلم صح. هدفه إنه ينفذ برنامج تدريبي هو حاطه، حقيبة تدريبية هو مجهز لها بكل دقة. إذا اختلفت الظروف مش مرن، ما يقدرش يعدل في البرنامج بتاعه بحسب الظروف، بحسب طلب الحضور، لأنه هو مسيستم نفسه على برنامج معين. مش بيحب الحوار والنقاش المفتوح، بيتنرفز بسرعة، يبقى ما عندوش ثبات انفعالي. إذا المتدرب سأل سؤال أو اتكلم في نقطة بيبين له عجزه، وإن هو عالم وفاهم، وإن أنتوا وحشين، أنتوا متدربين، أنتوا فاضل لكم كتير قوي على ما توصلوا لي. ما بيعرفش يستخدم أساليب التدريب المتطورة. بيحب يتكلم وهو قاعد بفكر اكاديمي، لان الناس كتر خير الدنيا ان انا بتكلم وبطلع صوتي وانا قاعد وانتوا قاعدين قدامي، يبقى ده المنطق بتاع المدرب الحاكم. النمط اللي بعد كده او النوع اللي بعد كده من المدربين هو المدرب الآلي، جاية من آلة، ماشين، المكنة. المدرب دوت بيبقى عنده مجموعة من الأدوات التدريبية بيوجدها بإتقان شديد، ما يعرفش حاجة غيرها، مش بيطور نفسه. مدخله للتدريب ثابت، هو هو ما بيتغيرش. ما عندوش حماس في التدريب، ما عندوش مرونة، بيبقى نمطي، روتيني، ومبرمج. مبرمج يعني ايه؟ يعني احنا المحاضره من 9 ل 11، الساعه 11 جت والناس عندها اسئله، انا مش هسمع اسئله، انا همشي بسرعه. ليه؟ لان الساعه 11 جت، فانا مبرمج اني افنش محاضرتي الساعه 11، يبقى مش هحترم الناس اللي موجوده، مش هحترم الناس اللي بتسال، وهقوم ماشي. ده فكر المدرب الالي. نوع تاني من انواع المدربين اسمه المدرب المكوكي. ده بيتحرك كتير، بيشتت انتباه الآخرين، ما بيبقاش منظم، سهل جدا ان يدي وشه لمجموعة ويدي ظهره لمجموعة تانية فيفقد التواصل، بيحب يستعرض كتير، يرهق نفسه بسرعة لانه بيفضل رايح جاي في المكان بدون داعي. طبعا احنا عارفين ان احنا واحنا نعرض مادة تدريبية عشان نتحرك لازم يكون الحركة في المكان ليها لزوم،
والعكس صحيح، إذا ما كانش فيه داعي للحركة فالثبات بيكون أفضل. يحس بسعادة لما بيخرج من القاعة وعرقان بقى وعمال يعدل في هدومه كده والإرهاق باين عليه. ده مين يا جماعة؟ ده المدرب المكوكي. نوع جديد هو الجليدي. يا ريت الدعم الفني يقفل الشات لغاية لما نخلص من فضلكم. النوع الجديد هو الجليدي اللي هو التلج. فاكرين لما كان في زمان كده مقولة خليك بارد؟ الجليدي ده بيبقى شخص مسيطر على مشاعره ومرتب ودقيق، بيبقى بيشتغل بدون روح وبدون حيوية. لو ابتسم بتبقى ابتسامة جامدة ومتكلفة أو متكلفة، عنده حركة عصبية على طول، بيبقى ماسك شوية ورق كده إيه تعبينه في حياته، كل شوية يبص في ورقته على طول، ما بيقدرش يشتغل من غير الورقة. فإذا راح يوم يعمل برزنتيشن أو يعمل عرض بتاعه وما لقاش الورقة أو ما لقاش الأدوات مش هيعرف يشتغل، لأنه بيعتمد على الداتا شو بصفة رئيسية. نوع تاني من المدربين هو المدرب الملتزم. المدرب الملتزم ده بيبقى عنده مادة تدريبية بيقراها كويس، بيذاكرها كويس، بيخلي المتدربين حريصين على انهم يقروا المادة العلمية بتاعته، ما بيحاولش يستخدم اي ادوات وهو بيشتغل، بيبقى جنب منصة التدريب جنب الترابيزة اللي احنا بنشتغل عليها، ما بيحبش يخرج عنها او يبعد عنها، وفي الغالب بيفضل ان هو يبقى على مستوى الجلوس، مش بيحب يقف كتير. عارفين زي نظام الدرس الخصوصي، يقعد ويشرح، اذا حد عنده رأي مرة يسمع ومرة ما يسمعش، اذا سمع يقول له شكرا وما بيعلقش، يعني بيقلب اللي قدامه، لكن هو في الاخر ملتزم بالمادة العلمية بتاعته. المدرب الحر هو اللي بيستشعر الحرية في خروجه عن النص، والنص بالنسبة للمدرب هي المادة العلمية بتاعته أو البرنامج التدريبي. إذا أردت أن تخرج على النص فلتتكلم في قضايا فرعية. يعني لو أنا النهاردة عندي دورة لإعداد المدربين وفي مشكلة في التحرير، ممكن أبص ألاقي واحد دلوقتي بيقول لي أخبار التحرير إيه؟ أقوم سايب الموضوع وبدأت أتكلم في السياسة. ده اللي بنسميه المدرب الحر، يخرج عن السياق. بيسعى لجذب انتباه المتدربين بموضوعات بعيدة عن موضوع التدريب. يبقى هدفه نظرة الإعجاب والإبهار اللي في عيون اللي قدامه، بس مش الفايدة العامة أو الدايمة. ينظر لذاته أكتر من طرح الآخرين. طيب عندي مشكلة في الصوت، يا ريت الناس لو سمعاني تكتب واحد، نفتح الشات يا جماعة، في ناس بتشتكي من الصوت. أستاذة عزة الصوت كويس، لو سمحتي حضرتك اقفلي أي براوزر تاني بخلاف البراوزر اللي عندك. شكرا للدعم الفني. النوع رقم 10 هو المدرب المحبط. المدرب المحبط دايما أمثلته بتحبط الآخرين. عارفين اللي رايح جاي يقول مفيش فايدة مفيش فايدة، هو ده. دايما بيهاجم كل حاجة، كل حاجة بالنسبة له سوداوية، النظرة السوداوية للأمور. على طول بيدي رسائل سلبية للي قدامه.
ويفضل يقول لك البلد هتخرب والمصالح الحكوميه فيها فساد والدنيا وحشه، كل حاجه وحشه، فيعمل لك حاله من الاحباط. لما يجي يدي امثله ما يديش امثله ايجابيه تشجع المتدرب، لا بيدي امثله سلبيه. النوع اللي بعد كده هو المدرب المشتت. المشتت بيبدأ بداية قوية جدا جدا جدا، بعد كده يقوم داخل في فرعيات بعيدة تماما عن الموضوع اللي هو جاي عشانه، عن الموضوع الرئيسي اللي هو جاي عشانه. ما بيقدرش يركز، لو حد سأله في حاجة بيبقى عايز يرضيه فبيخرج عن موضوعه، فبيشتت نفسه وبيشتت اللي قدامه. مش up to date، مش بيحدث نفسه، مش بيستخدم المعينات التدريبية زي الداتا شو، زي برامج العرض، زي الباوربوينت، زي اللابتوب، ما بيستخدمش الحاجات دي، وعلى طول بيسوف المسائل. السؤال بتاعنا اللي احنا سألناه، أي نوع من المدربين تفضل أن تكون؟ أستاذ محمود بيقول أنا مش شايف أي مدرب ملتزم، أنا مش شايف أي مدرب ملتزم بكل أنماط نوع واحد. معلش أنا مش فاهم جملتك يا أستاذ محمود، يا ريت إعادة صياغة. أستاذ محمود ضياء بيقول المسيطر المفكر، تمام. خلي بالك انت كده بتحط توجه لنفسك ان انت هتبقى شخصيه مسيطره او مدرب مسيطر ومفكر. استاذ هبه بتقول انا مياله للمسيطر المبهر. استاذ بوسي لو سمحتي تقولي لي رقم 2 اللي هو ايه؟ يا جماعه ما نكتبش 1 + 2، لو سمحتوا نكتب اسماء وانواع المدربين. استاذه ايمان بتقول المسيطر المبهر. أستاذ عبد المنعم بيقول أنا أميل للمدرب المفكر، وحضرتك أعتقد من هذا النوع. طيب أنا متشكر إن حضرتك بتميل للمدرب المفكر، لكن أنا مش هرد على حتة إن أنا من النوع دوت ولا لأ لما نسمع بقية الآراء. طيب أستاذة داليا معلش الأنماط مش جاهزة معايا عشان أقدر أحطها على الوايت بورد دلوقتي. استاذ مديان المفكر التفاعلي. طيب استاذ ماهر النوع المفكر، واضح ان الشخصيه او النمط المفكر ناس كتيره حباه. بعتذر لحضراتكم المرة دي النت فاصل عندي. بعتذر لحضراتكم مرة تانية. جميل، الأستاذ أمين قال لي أخدنا كوفي ما شاء الله عليك، بس ما عزمتناش يا مستر أمين. طيب فاكرين حضراتكم إحنا كنا بنتكلم عن إيه؟ كنا بنتكلم عن أنواع المدربين، وعشان الناس اللي كانت محتاجة أنواع المدربين قدامها أنا هقوله بسرعة جدا. كنا
كنا بنتكلم على المدرب المسيطر المبهر، نتكلم على المدرب المفكر، المدرب المهرج، المدرب الحاكم، المدرب الآلي، المكوكي، الجليدي، المدرب الملتزم، الحر، المحبط، وأخيرا المشتت. الأستاذة فاطمة بتقول: أفضل أن أكون مدربة من النمط الأول المسيطر والمبهر، وأرى أن أحمد مبارك خليط من النمط الأول والثاني مسيطر ومبهر. الدكتورة ميرفت بتقول إيه؟ بتقول: أنا أفضل أني أكون أكثر من نوع بعيدا عن المثالية ومناظرة عملية، يعني بحاجة لتنوع بالعرض. بصدق نحن بحاجة إلى أن نسيطر وأن نهرج وأن نفكر وأن نكون مبرمجين وآليين بطريقة ما. الحقيقة أحييك يا دكتورة ميرفت على رأيك، رأي مثالي أشكرك عليه. أستاذ محمود فقدنا الرأي بتاعه. أستاذ محمد الحقيقة بيقول: هل ترى أنه من الممكن الخلط بين أكثر من نمط؟ طبعا يا أستاذ محمد، إحنا هنا عشان كده، إحنا هنا والتدريب اللي إحنا بنعمله عشان نقول لحضرتك أوعى أوعى تاخد نمط مدرب معين يبقى هو اللي مسيطر عليك وهو ده اللي أنت بتقلده أو هو ده اللي أنت عايزه. إحنا عايزين نبقى خليط. أنا عجبني جدا رأي الدكتورة ميرفت لما قالت: في كل مرحلة في جوه المحاضرة أو جوه التدريب حاول تتنوع، تبقى مدرب متنوع، تاخد من كل الأنماط أو كل المديرين، بس أوعى بقى تبقى محبط، أوعى تبقى مشتت، بلاش تبقى حر وتبدأ تخرج عن البرنامج التدريبي. خليك في بعض الأحيان مهرج، وبعض الأحيان مفكر، وبعض الأحيان مسيطر ومبهر، وابعد عن الأشكال اللي هي ممكن تؤدي إلى إن المحاضرة ما تكملش أو إن المدرب والمتدرب ما يبقاش العلاقة بينهم إيجابية. برافو عليك يا أستاذ محمد، ليس بمحبط. أستاذ هبة بتقول لنا: في أنماط بيغلب عليها السلبية، أكيد لازم نبعد عنها زي ما حضرتك قلتي بالظبط كده. والأستاذة سلافة بتقول: بلاش الآلي. بلاش الآلي يا فندم زي ما حضرتك عايزة، بس أهم حاجة اختاري الحاجة اللي أنت عايزاها. برافو عليك يا أستاذ محمد، لازم ناخد كل الإيجابيات. أستاذ محمود بيقول لنا: أنا أوافق على الجمع بين الأنواع، لكن يغلب على المدرب نوع في الغالب. أنا متفق مع حضرتك، وهي بالظبط عاملة زي فكرة الأنماط. فاكرين مسألة الأنماط؟ كنا بنتكلم على أنماط الشخصيات. أنماط الشخصيات بيبقى عندنا أكثر من نوع، أكثر من نمط، لكن في الآخر في نمط سائد، وهو اللي أنا بسمي صاحب الشخصية بهذا النمط. بسرعة، إحنا أنواع المدربين اتكلمنا عن المسيطر والمبهر، عن المفكر، عن المهرج، عن الحاكم، عن الآلي، المكوكي، الشخصية الجليدية، المدرب الملتزم، الحر، المحبط، وأخيرا المشتت. ناخد إسراء محمد بيسأل سؤال: هو ليه في أنواع للمدربين يكون فيها سلبيات زي المشتت والمهرج وكده، على الرغم إن المفروض إن المفروض على الرغم أن المفروض أن المفروض إنه عارف السلبيات اللي في شخصيته؟ يا أستاذة إسراء، لما تكوني حضرتك عصبية، وحضرتك عارفة إن العصبية حاجة وحشة وتقدري تغيريها، بلاش. إحنا هل حد بينكر إن العصبية حاجة مش كويسة؟ ما بنقدرش نغيرها، لكن بنقدر نقننها، بنقدر نسيطر على أعصابنا، نقدر نهدي نفسنا في بعض الأحيان، نقلل مستوى العصبية، لكن في الآخر بتفضلي أنت شخصيتك عصبية. لما تكوني حضرتك عاطفية، هل بتقدري تغيريها؟ الحقيقة إحنا ما بنقدرش نغير نمط الشخصية بتاعتنا، لكن بنقدر نحفز نفسنا إن إحنا ناخد صفات من أنماط أخرى عشان نحاول نعمل بالانس، نعمل توازن. وزي ما فاطمة بتقول لنا: لازم المدرب يكون لديه توليفة من الأنواع الإيجابية ويبتعد عن الأنواع السلبية.
لكن انت في الاخر بيغلب على شخصيتك ايه. يعني يا استاذه اسراء في بعض الاحيان بتبقى عندنا مشكله، المشكله دي في ان لما تكوني حضرتك الانا بتاعتك عاليه بيبقى عندك مشكله شويه في انك تسمعي للي قدامك، او تصدقي ان ممكن المتدرب يقول لك راي اصح منك كمدرب، فدي بتعمل ازمه في بعض الاحيان. طيب الاستاذ يحيى بيقول حاله المدرب المزاجيه قد تتحكم في نمطه، للاسف مع المدربين اللي هم الضعاف شويه هو اللي بيجعل حالته المزاجيه تتحكم في نمطه، لكن انا مع المدرب القوي اللي هو يقدر يفصل. يعني اخرج من باب بيتك وروح على القاعه بتاعت التدريب بتاعتك، روح على محاضرتك افصل، لو عملت خناقه مع زوجتك قبل ما تمشي افصل، اول ما تدخل القاعه انسى ورا ظهرك كل مشاكلك الشخصيه، مين تعبان، مين عيان، مين اتخانق معاك، مين عمل لك مشكله، عندك ازمه ماليه، كل ده ارميه ورا ظهرك وبص قدامك. قدامك يعني محاضرتك، يعني جهز لنفسك سمري كده، راجع العناصر اللي انت هتتكلم فيها، احصر نفسك في جو المحاضره اللي انت داخل عليه، وابدا الهجوم. الهجوم بمعنى انك تدخل بقلب صافي وبنيه طيبه، انك وتستحضر النيه ان انت بتدي ماده علميه وان شاء الله بتخلي المتدربين يخرجوا من القاعه وهم على قدر من المعلومه والعلم اللي انت جهزته لهم. استاذ باسم بيقول الصوت، يا ريت حد يراجع معايا، واحد يا جماعه لو الصوت مش مظبوط، سوري، واحد لو الصوت مظبوط، اتنين لو الصوت مش وصل لكم كويس. لو احنا قافلين الشات لو سمحت نفتحه عشان نطمن على الصوت. عندنا شكوى من الصوت يا جماعة، أشوف واحد أو اتنين لو سمحتوا، واحد لو الصوت كويس، اتنين لو الصوت مش كويس. كويس جدا استاذ باسم، اكيد شايف حضرتك الوحيد اللي موجوده، راجع حضرتك الصوت عندك وتاكد ان انت مش فاتح صفحات تانية غير صفحه المحاضره. هنتكلم دلوقتي على انماط وتصرفات البشر. ندخل على انماط وتصرفات البشر، معلش هنقفل الشات عشان في اسئله قويه انا شفتها محتاج ارجع ارد عليها. دكتوره ميرفت بتقول هل تقسيم شخصيات المدربين يتبع لنظام علمي ما ام هو اجتهاد شخصي؟ دكتوره ميرفت سيبينا من الاكاديميات شويه، ده مش اجتهاد شخصي، يعني مش احمد مبارك هو اللي عمل تصنيفه المدربين، لا حضرتك هتلاقي في مراجع كتير قوي بتتكلم على انماط وانواع المدربين. الواقع العملي هو اللي بيحكم علينا ان في الشخصيات ديت. يعني لو حضرتك دخلت قاعه هتلاقي شخص مهرج وكل محاضرته قايمه على التهريج، فلازم يكون في شخصيه اسمها المدرب المهرج، لان الامر الواقع بيقول ان الشخصيه دي موجوده. لو دخلت قاعه تانيه هتلاقي شخص مبهر وهتلاقي شخص مفكر، لان شخصيته واسلوبه بتلاقي الكلام ده. الناس اللي بتالف كتب وبتقول لنا انواع المدربين عامله ازاي، وبتدينا كتب في التدريب بتقول لنا انواع المدربين عامل ازاي، لما يجي يقول انواع المدربين عامل ازاي بيبقى دارس السوق وعارف السوق في مرحله معينه ايه المدربين اللي موجوده فيه وايه الصفات او الشخصيات الغالبه عن كل مدرب، وفي الاخر بيدينا تصنيف. قد يختلف التصنيف، قد تختلف الانواع من مرجع للتاني، لكن في الاخر بيرجع التاصيل العلمي هو المصدر الرئيسي للمعلومه اللي احنا بنقولها. وهتلاقينا حضرتك في نهايه المحاضرات بتاعتنا في الماده العلميه اللي احنا بنقدمها لكم وبنسيبها على الجروب بيبقى فيها المراجع اللي احنا استرشدنا بيها
وعدنا وعدينا الماتيريال بتاعت حضراتكم منها. طيب استاذ حسين بيقول انا مش كنت قادر ادخل، فاتني كتير، فاتني حاجات كتير حقيقه، فاتك حاجات مش كتير قوي، ان شاء الله تتابع معانا. استاذ محمد مصطفى بيقول ايه؟ كل شخصيه يمكن تغير نوعها ونمطها ان توافر العلم والاراده الكافيه لذلك. صحيح يا استاذ محمد، اتفق مع حضرتك. هل نمط المتدربين يؤثر في النمط اللي يجب ان يكون عليه المدرب؟ دي مين؟ دي الاستاذه نجلاء، نجلاء حلمي. الحقيقه انا متفق في السؤال دوت، واجابتي هي نعم، لان في بعض الاحيان لما الاقي الشخصيات اللي قدامي قافله قوي محتاج ان انا افكها، فعشان افك الشخصيات اللي قدامي او الانماط اللي قدامي سهل جدا ان انا اعدل في نمطي. ولو انا نوع مفكر او انا نمط ممكن يكون المسيطر او المبهر، ممكن افكهم، ممكن اسيبهم يتكلموا شويه، ابعد شويه عن مكوكيتي او عن اليتي في سبيل ان انا افك القعده زي ما بيقولوا. فانا متفق معاكي والاجابه هي نعم. طيب هنرجع دلوقتي انماط وتصرفات البشر. انماط وتصرفات البشر، الاول هسأل سؤال، احنا ليه بندرس انماط وتصرفات البشر؟ هتفيدنا بايه؟ هل احنا محتاجينها في دورة زي دورة اعداد وتدريب المدربين؟ مهم ان انا اعرف احلل شخصية اللي قدامي، هتفيدني في ان انا اعرف اتعامل معاه؟ ده سؤال. عايز افتح تشات عشان اخد ردود افعال الناس واشوف زملائنا المتدربين اللي موجودين معانا النهارده، هل شايفين ان انا كمدرب ممكن يكون عندي خلفيه وعندي فكره عن انماط وتصرفات البشر وهتفرق معايا في التعامل مع اللي قدامي ولا لا؟ حاجه مهمه يا جماعه ولا لا؟ دكتورة ميرفت، الرسالة وصلت يا فندم، وأنا ومفيش أي حاجة، الموضوع بسيط، أنا مدرك قصد حضرتك. أستاذ عصام بيجد إن هي مهمة، أستاذة سهى بتقول مهمة جدا، أستاذة هند بتقول عشان نقدر نتعامل مع الآخرين، هايل. أستاذ يحيى بيقول تعبيرات الوجه، تعبيرات الوجه يا أستاذ يحيى إحنا بنصنفها تحت أمبريلة أو تحت لغة الجسد، مش الأنماط. أستاذة داليا مهمة جدا، مهمة فعلا. أستاذ باسم بيقول أكيد عشان أعرف أتعامل معاهم إزاي. أستاذة أحلام لأسهولة التواصل وفعاليته. أستاذ سعيد بيقول مهمة جدا. أستاذة نجلاء حلمي بتقول تفيد جدا حتى أتمكن من التعامل مع كل نمط بالطريقة التي تناسبه. وأستاذة نيفين بتقول من الضروري معرفة أنماط البشر لأنهم هم مادة التدريب. هايل هايل، عجبتني أوي دي يا أستاذة نيفين، برافو عليكي. طيب أستاذة فاطمة أكيد لازم عشان أكون مدربة متميزة وأعرف إزاي أتعامل مع كل نمط على حدة. جميل جدا. أستاذة سارة بتساعدني على التعامل مع الآخرين. أستاذة علا قالت حاجة جميلة جدا، إيه هي؟ أقل حاجة هعد المادة العلمية بما يتناسب معها. بس أنا النهاردة خلي بالك، أنت بتخشي وتجهزي المادة العلمية وأنت لسه مش عارفة نمط الشخصيات اللي قاعدة قدامك إيه، فخلي بالك من الجزئيه دي. انت بتكتشفي الانماط لما تبداي تقعدي معاهم اول محاضره، وتبداي ايه تاخدي اتجاهاتك وانطباعاتك وتبداي تحليلك للشخصيه. طيب يعني معظم الاجابات بتؤيد توجهنا بان انماط الاشخاص او نمط الانماط وتصرفات البشر دي حاجه مهمه. احنا بس مش عايزين نزعل حد، فالاستاذه سوريا بتقول انا اكتب ولكن لا تقرا تعليقاتي. بعتذر ليكي يا استاذه سوريا، ويا ريت تعيدي التعليق تاني وان شاء الله هقراه. الاستاذه وفاء مهمه لان البشر متنوع ويجب معامله كل شخص حسب كل شخصيه.
الاستاذ علاء الدين، منورنا يا استاذ علاء الدين. مهمه طبعا حتى استطيع ان ادير التدريب مع كل المتدربين. محمد سعيد بيقول مهمه علشان تعرف تاخد شخصيه مين وانت بتشرح. عبد الغني لا يظهر العرض عندي، انا مش قادر افهم سؤالك. استاذه هبه حسني، وطبعا الانماط هتكون مختلفه بين المتدربين. طبعا يا استاذه هبه، عمر ما هتلاقي متدربين كلهم لهم نمط واحد. مش هيقعد قدامك مثلا 30 40 متدرب وكلهم عاطفيين ورومانسيين وماسكين لك ورد، اكيد الدنيا هتلاقيها مختلفه. طيب استاذه سوريا، انا ما لقيتش تعليق منك تاني، فبالتالي انا بعتذر ان انا مش عارف اقرا تعليقك. استاذ عفاف، هي مفتاح للنجاح في كل ما تريد ايصاله. استاذه سوريا بتقول ايه؟ مفيش مشكلة يا أستاذ، أنا قلت إنه مهم إني أعرف نمط الشخصية عشان يسهل التعامل معاه وعشان ينجح التدريب. هايل، كده كلنا اتفقنا على إن إحنا إيه، أنماط البشر دي حاجة مهمة وعايزين نعرفها وحاسين بقيمتها. طب نركز مع بعض بقى، نركز مع بعض ونبطل كتابة، نركز مع بعض ونبطل كتابة لغاية ما نخلص أنماط الشخصيات، وبعد كده إيه نبدأ الأسئلة ونشوف هننمط الشخصية ازاي. وهبقى انا برضو التجربة بتاعت حضراتكم، بما ان انا الوحيد اللي مكشوف قدامكم وبقالي كده يومين، اول امبارح والنهاردة بنتعامل مع بعض. فهفترض ان حضراتكم بعد ما نقول الاربع انماط اللي انا هذكرهم بعد شوية، عايز حضراتكم تقولوا لي بس ده على الفترة المحاضرتين دول تعتقدوا انا اي نوع من الانماط. طبعا ممكن يكون الإجابة مش صحيحة، بس خلينا نجتهد. بس اللي يقول أحمد مبارك نمط إيه لازم يقول عشان إيه، وفي جملة واحدة عشان نقدر نراها كاملة. طيب نشوف مع بعض. أنماط الشخصيات كتيرة وتصنيفاتها مختلفة، وكل مرجع علمي بتلاقيه منمط وحاطط الشخصيات بحسب اجتهاد صاحب المرجع العلمي دوت. أنا النهاردة عملت لكم حاجة كده كوكتيل عشان نقلل الدنيا ونسهلها. هاخد تصنيف معين، هنمط الشخصيات في اربع انماط رئيسيه، وكل نمط هقول لكم ازاي اكتشفه وازاي اتعامل معاه. طيب هبدا باول نمط. طيب الاول، ايه هي الاربع طباع او اربع انماط؟ نمط المدير رقم واحد، رقم اتنين نمط العاطفي، رقم ثلاثة الشخصية النمطية، رقم أربعة الشخصية المدققة. يبقى إذا أنا عندي أربع شخصيات. مدير، المدير ده مش بوزيشن، مش مركز وظيفي. المدير ده نمط شخصية. العاطفي نمط شخصية، النمطي أو المدقق أنماط شخصيات. طيب تعالى نشوف مع بعض المدير ده بيبقى عامل إزاي. شخصية موجهة، مهيمن، بيبقى قلوق، خايف على نجاح اللي بيعمله، بيبقى خايف ويخشى الفشل وحريص على النجاح، فعشان كده بيبقى قلوق زيادة. ما عندوش صبر، على طول مستني الحاجة بسرعة، بياخد قراراته بسرعة بس بناء على ايه؟ على حقائق. اذا هو مش بس بياخد قرارات بسرعة، لكن بيراعي ان القرارات السريعه تكون بناء على حقائق ومعلومات. شخصيه واضحه وصريحه، مش بيلف ولا بيدور. بيهتم بالحقائق، بيهتم بالنتائج، ما بيحبش اللت والعجب. يبقى لما تيجي تتكلم معاه هتقعد تلف وتدور ولا تجيب له من الاخر؟ واحد بيهتم بالحقائق. طيب يحب يدي اوامر ويدي توجيهات ويعلق وينقد الناس. ده ملخص صفات الشخصية مين؟ المديرة. طب اتعامل معاه ازاي؟ مش قلنا ان هو ما بيحبش اللت والعجن وما بيحبش اللف والدوران؟ خش عليه بوضوح، جاوبه دايما بصراحة، اختصر، هات النتيجة. يعني ايه؟ يعني انا لو بتعامل مع شخص مدير وجيه بيقول لي عملت ايه في الموضوع الفلاني، مش لازم احكي له ان الطريق كان زحمة وان الاشارات كانت كتير
وان في واحد خبطته عربيه وحاجات كتير قوي هو ما تهموش، هو يهمه الموضوع اللي هو طلبه منك انجزته ولا لا. فدايما تجاوبه بوضوح، ما تتكلمش في مواضيع بره المواضيع بتاعته، ركز على النتيجه وابدا الكلام معاه بملخص الموضوع تم ولا ما تمش. طب اذا كان الموضوع اللي طلبه منك ما تمش، يبقى قدم له حلول وطرق وقول له ما تمش ليه وقول له البدائل ايه. طيب ناخد مثال، لو حضرتك مثلا بتشتغلي ومدير شخصية، مديرك شخصية من النوع المدير، هو ممكن المدير يبقى يكون من نوع او من نمط غير المدير؟ اه طبعا، ده انت ممكن يكون مديرك عاطفي وممكن يكون مديرك من النوع المدقق المحلل. فهفترض ان حضرتك بتعملي ومديرك من النوع المدير وطلب منك تعملي حاجة معينة وفي مشكلة في الحاجة دي مش قادرة تعمليها، ما ينفعش تروحي تقولي له أنا ما عملتش الموضوع الفلاني وده ملوش حل. لأ، عشان تثبتي له إن أنت جادة وبتاعت شغل لازم تروح تجيبي له بدايل، تجيبي له بدايل للحلول، قولي له الموضوع ده ما ينفعش عشان احنا المفروض كنا نعمل 1 2 3 4، فبكره ان شاء الله هنعمل كذا وكذا وكذا. اذا الشخصيه المديره محتاج من حضرتك تقدم له حلول وبدائل وطرق لتحقيق النتائج اللي هو عايزها، مش بس تروح تقول له عندي مشكله. لان الشخصيه المديره لما يلاقي اللي قدامه جاي له بيقول لي عنده مشاكل عنده مشاكل، قد في لحظه يفترض ان انت اللي بتصنع المشاكل عشان انت مش عايز تشتغل. فدايما وعموما بنتعامل مع الشخصية المديرة بتقديم مزايا منطقية للحلول، ودايما واحنا بنتكلم معاه هو مدرك تماما وبيعرف يقرا افكار اللي قدامه. فلو انت اتناقشت مع شخصية من الشخصيات المديرة بلاش تقول له انا مضطر معاك، بلاش تقول له كل كلامك صح يا فندم، لا حاول تقول له انا متفق مع الحقيقه اللي انت بتقولها. اذا انت بتتفق مع الحقائق والمناقشات اللي بتتقال والتوجهات والاراء، لكن انت مش بتتفق مع الشخص نفسه، لانه قد يفترض في لحظه ان انت بتنافقه او انت بتثبته او انت بتريحه في الكلام. ده باختصار الشخصيه المديره. اذا الشخصيه المديره شخصيه موجهه سريعة، بياخد القرارات بسرعة بس بناء على حقائق أساسية، يحب يعطي الأوامر والتوجيهات، بيبقى قلوق وغير صبور ومستني نتيجة الشيء اللي هو بيعمله. عشان تعامله لازم تبقى بتكلمه بوضوح وبصراحة، لا تتحدث في مواضيع خارجية، وقدم مزايا منطقية وحلول مقترحة لأي موضوع يقف قدامه. ودايما وانت بتناقشه حاول تتفق معاه على الحقائق والاراء والمناقشات، واوعى تقول له كلام سعادتك دايما بيبقى صح، عشان هيفترض ان انت بتثبته ومش بتتكلم بنوع من المصداقيه وبتعمل له جزء من الرياء. طيب النوع الثاني هو النوع العاطفي. يا سلام، النوع العاطفي، العاطفي اللي هو كثير الكلام، اجتماعي، دايما متفائل، وهو بيتكلم بيبدو مقنع للآخرين، مهتم جدا بالاجتماعيات والتقدير، ودود وحبيب وحبوب ولذيذ. طيب انا هفتح الشات وهسأل حضراتكم، مين مراته او زوجه من النوع العاطفي قبل ما نقول ازاي نتعامل معاه؟ نفتح الشات ونسأل حضراتكم، اللي مراته من النوع العاطفي يكتب 1، اللي زوجه من النوع العاطفي يكتب 1. يا سلام، زوجتي عاطفية جدا، ممتاز. طيب أستاذة أسماء، تمام، أنا مش هقول أسماء بقى،
حاضر يا استاذ، استاذ محمود بيقول لي ادعي لي اتجوز. حاضر يا سيدي، حاضر ادعي لك تتجوز. طيب الحقيقه الشخص العاطفي عشان تتعامل معاه لازم تخلق جو غير رسمي ومريح. يعني ايه جو غير رسمي؟ يعني حضرتك لو اتخانقت مع زوجتك بلاش تصالحها في البيت، حاول تخرج تقعدوا في مكان عاطفي، هو ده الجو غير رسمي. طب لو انت مثلا عندك في الشغل زميلك شخصية عاطفية واتخانقتوا مع بعض، لازم تروح تاخده بره النطاق الرسمي بتاعكم، بره مكان العمل، وتقعدوا تتغدوا مع بعض وتصفي المشاكل اللي بينك وبينه. طيب لو انت عندك شخص عاطفي بتتعامل معاه هتديله فرصة يتكلم عن أفكاره. لو انت قاعد في قاعة تدريبية، أستاذة داليا بتقول نجيب له ورد ونصالحه، ربنا يكرمك. لو انت قاعد في قاعة تدريبية واكتشفت ان في شخصية ما موجودة قدامك من النوع العاطفي وحابب يتكلم عن مسألة شخصية، لازم تديله فرصة يتكلم عن المسألة الشخصية، بلاش تقفله، سيبه يتكلم. لو انت بتتكلم في موضوع وبصيت لقيت انت مدرب في محاضرة، وبصيت لقيت احدى المتدربات بتبكي، لازم نحترم مشاعرها وتسيبها تحكي وتسيبها تتكلم. ما ينفعش نقول احنا مش بنتكلم في مسائل شخصية، لازم تراعي الفكر الشخصي في الموضوع. عموما الشخص العاطفي بتديله فرصة يتكلم عن أفكاره، بتحط في حساباتك وقت إضافي للحديث الشخصي. يعني لو حضرتك بتتعامل مع شخص عاطفي يبقى لازم تديله وقت إضافي، وقت إضافي عشان الشخص العاطفي اتفقنا إن هو من النوع اللي بيتكلم كتير، فدايما دايما بنحاول إن احنا نديله وقت إضافي. احنا هنقفل الشات شوية يا جماعة لو سمحتوا عشان نركز في الشرح بتاعنا. دايما الشخص العاطفي بيبقى بنحب التشجيع، لازم تشجعه، تشجعه على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، واجبات اجتماعية. ده فلان حصلت له حالة وفاة، يلا نروح نشوف ايه اللي بيحصل. لازم تديله انت الدفعة التشجيعية. طيب في كثير من الأحيان بتضطر وانت في محاضرة او في جو من ال في كثير من الأحيان بتضطر وانت في المحاضرة بتاعتك بتلاقي موقف ما، في حد جاي بيشتكي لك من موضوع شخصي بعيدا عن المحاضرة، بيجد فيك كمتدرب المنفذ، المنفذ اللي هو او الشخص الاخ الاكبر اللي هو ممكن ياخد رأيك. فلازم في البريك تقعد معاه وتسمعه، اذا الوقت كان ضيق حاول تسيب له ايميلك بحيث يرجع يبعت لك ويقول لك على المشكلة بتاعته، ربما تقدر ان انت تحلها له. الشخصية اللي بعد كده هي الشخصية النمطية. الشخصية النمطية دايما بتبقى شخصية مساندة. النمطي مش الشخص الروتيني اللي احنا متخيلينه، هو مش وحش بس هو دايما ماشي بفكر سيستماتيك، هو دايما متحفظ، متعود يعمل حاجات معينة، 1 2 3 4، اذا ما عملهاش بيتعب. يعني اذا قاعد معاك شخصية نمطية وانت سبت حد يتكلم في موضوع شخصي عشان تحافظ على الجزء العاطفي اللي احنا قلنا عليه، هتلاقيه بيقول لك يا فندم احنا ما عندناش وقت للكلام دوت، ومشاعر ايه، احنا كنا جايين نسمع مهارات الاتصال، كنا جايين نتكلم في الاعداد المدربين، انت احنا مالنا ومال الموضوع الشخصي. فهتلاقيه بيهاجمك. ليه؟ لانه هو شخص متحفظ
ودايما بيهتم ب اللي هو جاي علشانه، هو نمطي، فجاي عايز اللي قدامه يبقى نمطي زيه، وطالما كاتب في الاجنده 1 2 3 4 يبقى ملتزم بيها وما يخرجش عنها ولا يظهر شيئا من المرونه وتعديل في الاجنده. الشخص النمطي بيبقى مهتم بكل بكيفيه عمل الشيء، بيكون وفي ومحبوب، فمش عايزين نظلمه. يعني بلاش ان احنا نفكر في شخصيه النمطي على انه حد وحش، بالعكس، بس هو شخص سيستماتيك شويه. طيب اتعامل مع الشخص النمطي ازاي؟ اديله شويه من الاهتمام، ودايما لما تيجي تعدل في جو المحاضره على المثال اللي احنا قلناه، اضمن له او اديله ضمان شخصي ان انت ملتزم بالماده العلميه. يعني انا اذا جيت في محاضره ما وبدات اخرج بره المحتوى التدريبي لاسباب متعلقه باحدى المتدربين، واحد المتدربين الاخرين اعترض وقال يا جماعه ده بره الموضوع او خلافه، وانت كمدرب شايف ان هي في نطاق الموضوع ومهمه ولازم تحترم مشاعر الاخرين وتسمع منهم طالما هو حابب ان هو يتكلم، فلازم تقعد تتكلم معاه وتقول له يا اخي طب احنا محتاجين نعمل استثناء في الجزئيه ديت، وانا اضمن لك ان احنا نحاول نخلص الماده العلميه بتاعتنا. عايز احكي لكم موقف حصل لي من اسبوعين تقريبا. كنا في محاضره عن مهارات العرض والتقديم. مهارات العرض والتقديم الحقيقه كان برضه فيها مشروع اجتياز للبرنامج، وكان بيطلب من كل عارض او كل متدرب ان هو يطلع يقدم برزنتيشن. فالحقيقه كان الكورس مدته محاضرتين، وكان كل يوم او كل مره المحاضره كانت حوالي 4 ساعات. فكان في احدى الشخصيات اللي كانت رافضه تماما مساله ان هي تعرض، وكانت بتقاوم مقاومه رهيبه وبتحاول بشتى الاساليب ان هي تهرب من الموضوع. الحقيقه اتكلمنا معاها اكتر من مره، واصدقائها القريبين منها كلموها اكتر من مره. هي دايما كانت خايفه وحاولت تطلع في اول محاضره وارتبكت وما قدرتش تتكلم وتكاد تكون بكت من الخضه. الحقيقه اتكلمنا معاها وحاولنا نعدها نفسيا. فجت في المحاضره الثانيه وبرضه كانت قلقانه، لكن ضغطنا عليها وطلعناها، وكان التارجت ان هي تتكلم 5 دقائق وتعرض موضوع خاص بيها. الحقيقه ال5 دقائق عدوا، وبدانا دخلنا في الدقيقه السادسه، دخلنا في الدقيقه السابعه، وكده احنا عدينا الوقت المسموح. فروحت وقفت البرزنتيشن، قلت لها لو سمحتي كده كفايه خلينا نقعد. لقيتها فوجئت بيها بتقول لي لو سمحت سيبني اكمل، انا ما صدقت اتكلم والرهبه تروح من عندي. طبعا لما حد يقول لك كده شيء طبيعي ان انت تسيبه يكمل. ليه تسيبه يكمل؟ عشان خاطر لازم تحس باللي قدامك. هي كان عندها عقده وما صدقت، فكت نفسها وما صدقت، بقى عندها جرأه ان هي تكلم اللي قدامها. ما ينفعش اجي انا احبطها واقول لها لا احنا عندنا نظام ولازم البرزنتيشن 5 دقايق بس ومش مسموح لك وزيك زي غيرك. ما ينفعش، لازم تراعي الموقف، ولان عندي الخلفيه ولان احنا كلنا بنحاول معاها بقالنا اسبوع، فبالتالي انا فاهم الكلام ده. فظهر لي احد المتدربين الاخرين معترض ورفع ايده وناداه لي وقال لي احنا ملتزمين ب5 دقايق لكل عارض، ليه انت اديتها استثناء؟ فاديت له ضمانه يا جماعه، قلت له حضرتك انا ملتزم ان انا اخلص مواعيد الكورس في الميعاد بتاعي، والتزم ان انا اخد كل الناس موجودين، لكن دي شخصيه احنا بنتابع معاها بقالنا اسبوع وما صدقنا ان هي تتكلم، فارجوك اسمح لي ان احنا نعمل استثناء ليها، وفي نفس الوقت انا بضمن لك ان احنا بنهايه الكورس كل العارضين هيتموا العرض بتاعهم ومش هنقصر في موضوع العرض. وبكده انا مسكت العصايه من النص، ريحتها كشخصيه عاطفيه، بقى لي اسبوع بحاول معاها عشان خاطر ان هي تجتاز مرحله العرض وتقدر تقف قدام الجمهور، وفي نفس الوقت الشخصيه النمطيه اللي كان متضرر من ان هي خدت وقت اكتر من غيرها فهمته الوضع وهو تقبل القصة على مضض. طيب الشخصية اللي بعد كده هي الشخصية المحللة والمدققة.
الشخصية المحللة والمدققة هي شخصية حذرة، موضوعي، دايما لما يجي ياخد القرار بيقول أنا عايز معلومات كتير قوي، أقعد أقرأ المعلومات دي وأحللها عشان أعرف آخد القرار بناء على هذه المعلومات. الشخصية الدقيقة ديت بيبقى دايما منظم، متحفظ، هادي، وبيختار بعناية، ودايما كل ما تحكي له أي أمر أو أي موضوع يقيم الموضوع دوت، عفوا، يقيم الموضوع دوت ويحوله لمزايا وعيوب، يحوله لمزايا وعيوب. أي أمر بيتعرض عليه في حياته بيبقى مزايا وعيوب. طيب الشخصية اللي زي دي تفتكروا نتعامل معاها إزاي؟ دايما لما تيجي تتكلم مع شخص مدقق لازم تبقى جاهز له، لازم تبقى مجهز له المزايا والعيوب بطريقة سليمة، هتكون دقيق جدا، هتدي له شرح منطقي ازاي يحقق هدف معين، دايما بتكون مستعد عشان تشرح له وتبقى هادي معاه، لان هو دايما بيكلمك بالورقة والقلم، فالكلام بالورقة والقلم ما بيبقاش سهل، فلازم نجهز نفسنا. ودايما وانت بتتكلم معاه تسترشد بحقائق عشان خاطر تعرف تقنعه، لان اقناع الشخص المدقق ليس بسهل. هنلخص الكلام اللي احنا قلناه في الاربع شخصيات، وانا بلخص هنفتح شات عشان نبدأ ناخد اسئلة. احنا اتكلمنا عن ملخص انماط الشخصيات، هنفتح الشات لو سمحتوا يا جماعة. ملخص انماط البشر، عندنا أربع شخصيات: الشخصية المديرة، الشخصية العاطفية، الشخصية النمطية، الشخصية المدققة. الدعم الفني من فضلك افتح الشات. الشخصية المديرة شخصية تحب السلطة، تحدي، المقام، النتائج، بيسعى دايما ان هو يتقدم، يزدهر. في المقابل الشخصية العاطفية هتلاقيه بيحترم، بتحب الاحترام الاجتماعي، بيتحدث مع الناس، بيتكلم كتير، بيحب يخرج بره الجو الرسمي، بيعترف بمواهب الاخرين ويحب الناس تعترف بمواهبه. الشخص النمطي دايما يديله ضمان عشان يقدر يغير مواقفه، بيحب النظام عشان يغير اللي هو بيعمله، الحقيقه هيبقى محتاج مجهود كبير. الشخصية المدققة لازم يخطط لأي تغيير، يديله معلومات كتير قوي عشان يقدر يتكلم في الـ 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 أو ياخد قرار معين، بيحب دايما إدارة الأمور بناء على معلومات كتير قوي، يحب يحللها ويوصل للنتائج بعد دراسة المعلومات. نبدأ نتكلم مع بعض من أول. دكتورة مجدت بتقول نمط شخصية أحمد مبارك مزيج بين شخصية المدير والعاطفي والمدقق. طب يا دكتورة سبت واحد، طب ما تديهولي ويبقى جزاك الله خير، شكرا ليكي. طيب والأستاذة سلافة أنا أتفق مع دكتورة مجدت، هايل. الأستاذ فهمي إدانا ابتسامة لطيفة، شكرا ليك يا أستاذ فهمي. نمط شخصيتك مزيج من كل الشخصيات، جزاك الله خير يا أستاذ محمد. استاذ يحيى بيقول لي زميل كبير في السن يعمل مدير وينطبق عليه نموذج النمطي ومحب للتحدث عنه. طيب السؤال بيقول الاستاذ دالي هل ممكن الشخصيات الاربعه تكون موجوده في شخصيه واحده؟ هجاوب عليك يا استاذ دالي حالا. الاستاذه مها بتقول انت مدير بطريقه الاسئله، هل يمكن ان يكون مزيج؟ خلينا نرد على النقطه دي. حاضر، هو طبعا مسألة إن إحنا ممكن نبقى الأربعة ده طبعا وارد، بس مش سهل، ده صعب ومحتاج تدريب. الدكتورة ميرفت بتقول مش موجود النمط الرابع، أنت قصدك إن أنا مش موجود عندي النمط الرابع اللي هو المدقق. صلحي لي، أنت قصدك النمط الرابع اللي هو الشخصية المدققة. طيب. أستاذة إيمان أنا أتفق معهم، يا ريت معلش يا جماعة اتعبوا معانا واكتبوا لي أحسن ما تقولي أنا أتفق معهم، لأن الكلام
ناس كتيره بتتكلم وكل حد بيقولوا راي، فعشان تقولي لي انا اتفق معهم انا ما فهمتش. طيب استاذ سيف بيقول شخصيه مدققه، شكرا ليك يا استاذ سيف. استاذ احلام، الشخصيه النمطيه تستخدم العقل العاطفي اي يهجم او يهرب، صح كده يا استاذ احمد؟ الشخصيه النمطيه حضرتك بتقولي ان انا شخصيه نمطيه ولا بتتكلمي بصفه عامه؟ ما فهمتش يا استاذ احلام. استاذ علاء الدين، حضرتك الشخصيه المديره والعاطفيه وبعض اجزاء من النمطيه والمدققه، شكرا يا استاذ علاء. مش بشكره على انه بيقول لي انا ايه، انا بشكره على تحليله للموضوع. استاذه هبه، حضرتك مدير عاطفي، شكرا يا استاذه هبه. نمطي، استاذه هديه بتقول ان انا نمطي، طيب جميل جدا. عاطفي مدقق، طيب. محمد جابر بيقول ايه؟ استاذ محمد، بالنسبه للمدرب اللي في بدايه حياته التدريبيه، ازاي يقدر يتعامل مع المتدربين واكون موجود قدامه معظم او كل الانماط؟ الحقيقه يا استاذ محمد، عشان تقدر تتعامل مع كل المتدربين لازم انت تبقى معاك الاربعه دول. اذا كان انت نفسك المدير وانت العاطفي وانت النمطي وانت المدقق، فكل واحد قاعد قدامك هيشوفك زيه، وبالتالي هيقرب منك جدا وهيستقبل منك المعلومة. الأستاذة بوسي بتقول ممكن شرح النمطية ممكن مرة أخرى، حاضر. الشخصية النمطية يا أستاذة بوسي، حاضر. الشخصية النمطية يا أستاذة بوسي اللي هو الروتيني، اللي احنا بنسميه الشخص الروتيني، لطيف ومش رخم، والنظرة القديمة اللي احنا بنقولها على الشخص الروتيني نشيلها من دماغنا، هو شخص مساند بس تلاقيه متحفظ. ليه؟ دايما ماشي حياته بواحد اتنين تلاتة، اذا خرجت عنهم بتلاقيه يتلخبط، يحس ان انت هتحطه في مخاطر. فعشان كده لما تيجي تتعامل معاه بنطلب من حضرتك لو سمحت انك تقدم له ضمانات شخصية لأي تغيير هتعمله أو بتطلبه منه، عشان يضمن إن هو ما يحطش نفسه في المخاطر ديت. وخليك قريب منه، اخلق جو شخصي مش مقيد، واديله اهتمامه واديله وضعه عشان يحترمك ويثق فيك ويبدأ يتعامل معاك. ولما تيجي تتكلم معاه في موضوع خارج عن الاتفاق لازم تأكد له وتديله ضمانات إن مش هيبقى في مشاكل من ورا هذا الموضوع. يا ريت يكون الملخص النمطي مفيد. الأستاذة نجلاء بتقول أفهم من كلام حضرتك إن أثناء تحضيري للمادة العلمية للمحاضرة لابد من مراعاة كل أنماط الشخصية حتى أكون على استعداد لاحتوائهم. كلام حضرتك صحيح يا أستاذة نجلاء، ده مفهوم صح. أنا هنط شوية للتعليقات. أستاذ محمد بيقول هل التشابه في التعامل أفضل أم الاختلاف للتجاذب؟ والله الاثنين كل واحد له ميزه في بعض الاحيان وله عيب في بعض الاحيان، وعليك ان تحدد ايهما افضل على حسب الموقف اللي انت هتقابله. استاذه فاطمه بتقول توليفه من الاربعه، بشكرك يا استاذه فاطمه. استاذ عماد بيقول لي حضرتك عاطفي مدقق. طيب استاذ احمد بيقول اظن ان ينطبق عليك شخصيه مدققه. هايل، بدأنا نخرج عن العاطفي والمدير ونخش على المدقق. أستاذة وفاء بتقول إيه؟ بتقول نمط شخصية حضرتك ما بين المحلل والعاطفي. تمام، أنا مبسوط إن أنا بعدت عن المدير، عشان في الأول الناس كلها كانت جارية إن أنا إيه شخصية مديرة. أستاذ يحيى رجعني تاني للمدير، مدير بس عندك مزيج من العاطفية والمدققة. السؤال اللي هو بيقول هل هذه كل انماط الشخصيات؟ يا استاذ باسم انا بدات كلامي بان قلت لحضرتك ان انا حبيت اجيب من كل بستان زهره، كل برجع هترجع له، كل كتاب هتقابله عن انماط الشخصيات بيصنف الشخصيات تصنيف مختلف عن غيره. لكن انا مقتنع بالاربعه دول كاحمد كتوجه شخصي مني كمدرب، وشايف ان انا بمعرفتي وهضمي للاربع شخصيات دول هقدر اتعامل مع الانماط اللي بتقابلني في حياتي. ولازم حضرتك يكون ليك توجهك الشخصي، فإذا وجدت مرجع آخر بيتكلم عن أنماط شخصية مختلفة وبطريقة أخرى فلك أن تتوجه بها. أنا يهمني في الآخر إيه؟ يهمني في الآخر إن أنت تقدر إنك تتعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة.
فاذا عجبك التصنيف ده وتخد بيه، اذا كنت شايف تصنيف تاني برضه ممكن تاخد بيه. رجعنا لان انا ليا توليفه من النمط. يا استاذ محمد مصطفى بيقول ليك توليفه من الانماط. خليط من المدير والعاطفي والمدقق. استاذ استاذ عصام بيقول ايه؟ استاذ عصام دايما بيسعدني باجاباته القويه الحقيقه. انت يا استاذ مدير من خلال اجابتك على الاسئله، وعاطفي في مراعاه من تتعامل معهم، ومدقق محلل لاقناعك بوجهه نظر معينه. استاذ عصام بتحرجني بذوقك والله، شكرا ليك. طيب استاذه ساره، تحديد شخصية حضرتك تحتاج لمعرفة الشخصية أكثر. أحترم حضرتك في إلقاء الدورة، هو اللي شجعني على حضورها مع إني حضرت أكثر من دورة في مواضيع الدورة. جزاك الله خير، شكرا ليك. أنا مدرك طبعا يا جماعة إن إحنا عشان نحلل شخصية واحد من خلال سماع صوته موضوع مجهد جدا، خاصة إن الشخصية اللي قدامكم ما بيعملش حاجة غير إن هو يشرح. فطبعا أنا مدرك إن هي صعبة، لكن في نفس الوقت مع الصعوبة أنا شايف إن في ناس كتيرة من حضراتكم عرف التحليل الصحيح. طبعا أنا مش هقول لكم عليه غير في الآخر، بس مبدئيا الناس عرفت. يلا نقوله وما نخافش وما نقولش لا ده بالصوت وإحنا لسه ما عرفناهوش كويس مش هنعرف نحلل. يلا نتكلم، إدي لنفسك فرصة تتعرف. السؤال ده جميل قوي. سهى بتقول إيه؟ أستاذة سهى بتقول هل بالتدريب يمكن للشخص إنه يغير شخصيته؟ الإجابة هي نعم، بس انا هعدل شويه في الصيغه. بالتدريب يمكن للشخص انه يحفز صفات في شخصيه تانية ما هياش موجوده عنده، صفات خامده ويخليها صفات نشطه. فبالتالي انا اجمع شخصيتي تجمع بين صفات بين الشخصيه الاولانيه والشخصيه التانية. يعني لو انا شخصيه مدير واتمتع بصفات معينه وما عنديش شخصيه عاطفيه او ما عنديش صفات من العاطفي، فممكن احفز جوايا بعض الصفات الخامده من الشخصيه العاطفيه، وبالتالي يبقى انا اجمع بين الاثنين. طيب الاستاذه نيفين الحقيقه ذكيه جدا، بتقول لي انت كده بتحلل شخصياتنا من خلال خياراتنا. طب ما هو حضراتكم من الصبح بتحللوا في شخصيتي، يعني مستكتر عليا ان انا احلل شخصيه حضرتك من خلال اللي بتقوليه؟ يعني كله سلف ودين. طيب الدكتورة ميرفت بتقول يعني لو كان الإنسان فيه صفة معينة ده مش معناه إنه أمر سلبي، ولكن من الذكاء فهم طبيعة الشخصيات، فده ليس عيب بالشخص إنما اللي فيه طريقة التعامل. طبعا أنا متفق مع حضرتك تماما إن ده مش عيب، بالعكس، لكن العيب إن أنا أبقى عارف إن أنا محتاج صفات من شخصية تانية وأبخل على نفسي بإني أتعلمها أو بإني أكتسبها. خلي بالكوا يا جماعة، مفيش حد بيتولد مدير، مفيش حد بيتولد عاطفي، مفيش حد بيتولد نمطي، مفيش حد بيتولد مدقق. كل دي صفات أو الشخصية، أنماط الشخصية عبارة عن صفات سائدة في شخصيتي. الصفات دي طول عمرها بتبقى صفات مكتسبة، يعني يمكن الحصول عليها بالتعلم والتدريب. بمناسبة التعلم والتدريب، انتوا عارفين ايه الفرق بين التعلم والتدريب؟ إذا عرفت الفرق بين التعلم والتدريب هتفهم يعني ايه انت ممكن تكتسب صفات وتبدأ تنوع شخصيتك. يلا بسرعة سؤال يا جماعة، ايه الفرق بين التعلم والتدريب؟ جزاك الله خير يا أستاذ محمد. يلا مين هيقول؟ التدريب هو التكرار. التدريب تطبيق التعليم. تدريب مهارات. التعلم هو الدراسة العادية. التعلم واكتساب معلومة. يا جماعة التعلم هو الحصول على المعلومة، لكن التدريب عبارة عن معلومة واكتساب مهارة وتطبيق عملي للمهارة ديت. انت في التعلم ما بتكتسبش مهارات جديدة، انت بتتعلم اللي بيقولهولك المعلم بتاعك، لكن اكتساب المهارة وتطوير المهارات الخاصة بيك وتحول من صفة متنحية لصفة سائدة، ده كله التدريب. زي ما الأستاذ وليد بيقول اكتساب مهارات ومعارف متعددة. هايل هايل، جميل جدا. الأستاذة شيماء بتقول إيه رأي حضرتك في التعامل بين شخص نمطي ودقيق
اعتقد العلاقه صعبه في التعامل بين الشخصين. يعني قصد حضرتك ان شخص فيه الصفات الاتنين مع بعض؟ انا شايف ان انا مساله ان انا اقول ان العلاقه صعبه وان صعب التعامل بين الشخصين ده موضوع مش موجود عندنا. يعني ايه؟ يعني احنا خلاص احنا بنتعلم ان كل حاجه بتيجي بالتدريب، فمفيش حاجه اسمها صعب، مفيش داعي نرسم قدامنا بعبع اسمه صعب وبعبع اسمه مستحيل. خلينا نتعلم مع بعض ان كل حاجه بتيجي من التدريب وكل حاجه محتمله. استاذ اكرم بيقول كلام جميل قوي، بيقول انت عاطفي لانك اهتميت بكومنتات الناس ومشاعرهم ومدقق، حسيت بكده من طريقه التحضير، جزاك الله خير. بس برضه مش هريحك، مش هقول لك انا ايه دلوقتي، اصبر عليا. هل بالممارسه ممكن نتعلم ازاي نمارس كل نمط في مكانه المناسب؟ استاذ امين العلاوي، نعم يا فندم، بالتدريب حضرتك وبالخبره وبالمواقف الكتير اللي انت بتواجهها بتقدر، لو انت عندك الاربع شخصيات، تطلع امتى المدير وتطلع امتى الشخصيه العاطفيه، تبقى امتى نمطي وتبقى امتى دقيق وماسك ورقه وقلم وبتحلل المزايا والعيوب. كل ده موجود عندنا يا جماعه، هنعرف شويه بشويه بالتدريب امتى نستخدم كل شخصيه. ده لو انا عندي الاربعه. انا اكتر في الشخصيه المديره ثم العاطفيه والمدققه. جميل جدا يا فندم، ادرسي دعم على اللي حواليك، بس مش عايز حد يقول انا اكتر في شخصيه معينه الا لما يسال اللي حواليه. بلاش انت تحلل شخصيه نفسك. مش انا دلوقتي سالتكم انا اي نوع من انواع الشخصيات، لكن ما قلتلكمش انا ايه، سبتكم انتم اللي تقولوا. لو سمحتي يا استاذه، استاذه وفاء، بلاش تحللي شخصية نفسك، خلي الآخرين يحللوا شخصيتك. هل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المدرب كل أنماط المتدربين؟ طبعا لازم المدرب يراعي الأنماط الأخرى، وزي ما قلت من شوية، لو أنا بقيت راجل عندي كل أنماط الشخصيات، يبقى معنى كده أنا هقدر إن أنا كل حد في القاعة يفتكرني هو. الشخصية المديرة هيفتكرني إن أنا مدير، العاطفي لما أحس بيه هيقول آه ده شخص عاطفي زيي فهيسمع مني الرأي، الشخصية المدققة هيحس إن أنا دقيق زيه والنمطي كذلك. الأستاذة داليا بتقول إيه؟ أنا شايفة إن كل واحد بيتكون جواه نوع واحد أو أكتر من نوع بشكل فطري، ومش سهل انه يتصنع او يتعلم انه يبقى شخصيه تانية. استاذه داليا، اذا هيبقى ده تصورك هتبقى في مشكله في التدريب. ليه؟ لان انت بدات رسالتك برساله سلبيه شويه. مش سهل انه يتعلم، بس سهل انه يتدرب. سهل ان حضرتك توصلي الاول لايه هي او ايه هو الصفات اللي انت محتاجاها تبقى عندك. هديكي مثال يا أستاذة، يا جماعة لو أنا راجل عاطفي وكل ما ارتبط عاطفيا بحد، كل ما ارتبط ببنت تسيبني وأمر بأزمة عاطفية، هل من المنطق إن أنا أفضل عاطفي؟ هل من المنطق إن أنا يفضل اختياراتي لشخصية مبني على مشاعر وأحاسيس فقط وأتجاهل الجانب العقلي في الاختيار؟ لما هعملها أول مرة وأتخبط، هل من الذكاء ان انا افضل كده وامشي زي ما بيقولوا امشي احب على نفسي، كل ما يقابلني واحده احبها؟ مش ده المنطق. المنطق بيقول ايه؟ ان انا لما اتخبط مره هتعلم ان انا كشخصيه عاطفيه اتخبطت كتير، يبقى انا محتاج يبقى عندي جزء من الشخصيه المدققه عشان اعرف اختار، وجزء من العواطف بجانب جزء من التدقيق ومزايا والعيوب في شخصيه الشخص اللي انت بتختاره لا يفسد للود قضيه. ده اللي انا اقصده يا استاذه داليا، فما ينفعش ان انا اقول ان من الصعب التغير. حفزي نفسك
بلاش الرسائل السلبيه، خلينا في الرسائل الايجابيه، خلينا نقول ان مفيش مستحيل، ان في تدريب. استاذ يحيى حضرتك محترف التعامل مع الشخصيات. والله يا استاذ يحيى مش هكذب عليك، انا اصلا تخصصي كوميونيكيشن سكيلز، يعني مهارات الاتصال مع الاخرين. اشكرك على التحليل، انا عجبني تحليلك فعشان كده رديت بسرعه. طيب احنا تقريبا بنحاول نرد على بقية الأسئلة. هل الأنماط وراثية؟ لا، أنا ما أعتقدش إن الأنماط وراثية، لكن هي اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن حضرتك يا أستاذ عماد، أستاذ عماد بيسأل سؤال جميل جدا، الأنماط وراثية؟ اللي بيحصل يا أستاذ عماد إن الأنماط مش وراثية، يعني هو مش زي السكر اللي والده عنده سكر فهو هيطلع هو كمان عنده السكر، لا الكلام ده مش كده. هي الأنماط اللي بيحصل إن أنا بتولد وبتربى وبترعرع في بيئة بتحكمها مجموعة من الأنماط، سواء نمط الأب أو نمط الأم، وأنا كطفل باخدهم قدوة ليا، ولما بكبر بلاقيني بقلدهم في الأنماط بتاعتهم وفي الشخصية بتاعتهم. طيب لما بطلع بقى إيه، خلص الجامعة وأطلع في السوق، في الشارع، في الشغل، في الكلية، في النادي، بلاقي الناس ما يعجبهاش النمط بتاعي، أو ألاقي إن النمط اللي أنا طالع بيه ما بقاش ينفع مع الزمن، فرق أجيال، فساعتها بتظهر الاحتياج والحاجة لأني أكون متنوع ومتغير في الأنماط بتاعتي. طيب أستاذة داليا بتقول أنت قيادي يعني عندك كل أنواع الشخصية، شكرا ليكي يا أستاذة داليا، هرد عليكي، بالعلم والتدريب والخبرة نستطيع تغيير العالم إن شاء الله. صحيح يا أستاذ محمد، الدعاء والعزيمة يعين الناس على التغيير، أتفق معاك يا أستاذة هبة. أستاذة داليا بتقول أنا كنت تريننج كوردينيتور، عارفة إن التدريب مستمر، هايل. أستاذة أحلام بتقول إيه؟ بتقول أنت مدرب محترف عشان كده عارف إزاي تستخدم كل واحد فيهم على حدة، هايل. أنت طلعتوني كويس أوي على فكرة، ده أنا كده الآلة بتاعتي هتعلى. طيب حضرتك بتقول انك اخصائي اجتماعي دولي، ممكن اعرف يعني ايه اخصائي اجتماعي دولي وازاي نقدر نوصل ليها؟ معلش استاذ محمد، ارجو ان حضرتك تتواصل معايا على الخاص عشان ده سؤال بعيد عن الموضوع بتاعنا. استاذه داليا حضرتك قيادي يعني عندك كل انواع الشخصيه، شكرا ليك. استاذ علاء الدين بيقول حضرتك بتدربنا فاكيد ان لديك الاربع شخصيات، تتحكم في خروجها في الوقت المناسب. تمام كده يا استاذ علاء. دكتور ميرفت بالنهايه حضرتك انسان ذكي جدا لان عندك القدره على اداره العدد الكبير هذا رغم اختلاف الاعمار والجنسيات والتخصصات، هذا يعني انه قد تكون لديك نمط اخر غير المذكور، وثم عندك قدره جميله على جذب انتباهنا بالتحديد. احيي، طيب شكرا ليكي، شكرا ليكي يا دكتوره ميرفت، احييكي. انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم، وانما التغيير بالتدريب يا استاذ محمد. كمل لي الجمله، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والتغيير بايه؟ بالتدريب. طيب استاذه بوسي بتقول طب ممكن حضرتك تفيدني انا شخصيتي ايه؟ شكرا ليك يا استاذه بوسي، سؤال جميل جدا بس بعيد شويه عن موضوعنا. طيب انا كنت هقول لحضرتك ازاي تحكم على شخصيتك والمفروض ان اللي حواليك هم اللي يحددوا ده. معلش مش فاهم يا استاذه سهى، ازاي تحكم على شخصيتك بالظبط يا فندم؟ احنا كنا اتكلمنا من شويه ان مش انا اللي بحكم على شخصيتي، بس هي الفكره ان الاخرين هم اللي بيحددوا لك شخصيتك وبيقولوا لك احنا شايفينك شخصيه ايه، لان انت من الصعب تحكمي على شخصيتك، لان الطبيعي ان انا بحس بنفسي ان انا الشخصيه المثاليه، فاذا انا قيمت نفسي مش هينفع. زي بالظبط كده ايه، لما تدي لنفسك تقدير تدي لنفسك ممتاز، لكن الاخرين قد يشوفوكي مقبوله او جيده او جيده جدا لكن مش ممتازه. استاذه داليا بتقول انت اسلوبك السهل الممتنع، طب دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ طيب لا يستطيع الإنسان أن يعطي الحكم على نفسه أي نوع من الشخصيات، لكن الآخرين
هم من يستطيعون إصدار الحكم، صح كده يا أستاذ وليد؟ أستاذ أحلام بتقول الأفضل إننا نتدرب على الأربعة، صح طبعا. معلش أنا شايف الناس بتقول لأ طبعا، ما فهمتش لأ طبعا على إيه؟ معلش لا طبعا على ايه يا جماعه؟ يا ريت حد يديني جمله كامله. لا طبعا على كذا عشان ادرك النقطه. استاذه مها بتقول هل من العيب معرفه نفسه وتحسينها حسب المجال والحاجه؟ طبعا بالعكس يا استاذه مها، استاذه مها ده اللي بننادي بيه. احنا عايزين نعرف مشاكلنا ايه، ونعرف نقاط الضعف اللي عندنا ايه، ونعرف ايه الصفات اللي احنا محتاجينها، ونعرف اذا كنت انت شخصيه وعندك صفات سائده مسيطره على شخصيتك، ايه الصفات التانيه الخامده اللي عندك اللي ممكن تخليها نشطه وبالتالي تغيري شخصيتك. استاذ محمد بيقول انا سمعت وقرات اكثر من 100 ماده علميه في موضوع التدريب والالقاء، هذه الدوره احلام. جزاك الله خير يا اخي، جزاك الله خير. معلش الاستاذه شيماء والاستاذه احلام، الناس بتقول اكيد لا او لا طبعا، لو سمحتوا قولوا لي جمله كامله، انا مش لاقط انتوا تقولوا لا على ايه. استاذه نيفين بتقول الخبره بتترك اثرها في الشخصيه، اعتقد صحيح، بس احنا رجعنا نقول ان الشخصيه بتاعتنا واحنا نقدر نغير نمطها بالتدريب. الاستاذ ابو بسطام، انا اذا كنت بطل الاسم صح انا اعتذر واعذرني اذا كنت اخطات، اليس خطر على الانسان ان يتصنع انماط فيفقد بذلك شخصيته ويصبح التكلف منهجا في حياته؟ سؤال جميل جدا 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 الحقيقه سؤال جميل جدا، هعيده تاني. بيقول ايه؟ هو خطر على الانسان انه يتصنع انماط فيفقد بذلك شخصيته؟ هي الشخصيه حضرتك دي مش مولود بيها، الشخصيه مش مولود بيها، حضرتك بتكتسب الشخصية من اللي حواليك ومن البيئة المحيطة، فلما تدرك وتنضج وتبلغ من السن ما يجعلك راشدا ومدركا لاحتياجاتك عشان تقدر تتعامل مع الآخرين، فتجد في النمط مختلف عن النمط اللي انت عشت عليه طول عمرك وسيلة عشان توصل لغايتك وتغير ليه، ده يبقى خطر على حياتك؟ لا يا فندم، انا مش بقول لحضرتك تكلف، ولا بقول لحضرتك نافق، ولا بقول لحضرتك اخرج عن الواقع، انا كل اللي طالبه من حضرتك اخرج بره الصندوق اللي حصرت نفسك فيه طول عمرك، واطلع بره الصندوق، فكر بره الصندوق، خد نمط شخصيات مناسب لحياتك وليس نمط شخصيات اتربيت فيه. استاذ احلام بتقول لا طبعا ليس هناك فشل ولكن هناك تجارب وخبرات، شكرا. صحيح كده يا فندم. استاذه مها زعلانه مني بتقول انا بعت 5 مرات اسئله ومش بيترد عليا، بعتذر يا استاذه مها، خليها مره سته وخليك انت الكبيره مقاما وبعتيها للمره السته. دكتوره ميرفت بتقول الشخصيات انماط الشخصيه بتبقى مكتسبه من التربيه والبيئه، صحيح. استاذ عصام بيتحفنا دايما بتعليقاته الجميله، لا ضرر من ان تكون لديك اكثر من نمط للشخصيه، ولكن الضرر ان تكون لك شخصيتين بأنماط مختلفة لكل منهم رأي شخصي، صحيح. يبقى أنت كده شيزوفرينيا يا مستر عصام، مش كده؟ شكرا ليك. أستاذة هبة بتقول إيه؟ إزاي بنثق في صدق الآخرين في تقييم شخصيتنا؟ قد يكونوا متحيزين بحكم الصداقة لنا، أو العكس. أنا أرى إن الإنسان على نفسه بصيرة، مع كامل احترامي لرأي حضرتك. العفو يا أستاذة هبة، ده رأي حضرتك، أنت شايفة إن أنت تقدري تقيمي نفسك وانت اقدر من غيرك على تقييم نفسك. انا قناعتي الشخصيه ولك مني كل احترام وتقدير ان الشخص لا يستطيع تقييم نفسه، لان الشخص قد يكون في بعض الاحيان مجامل لنفسه، واحنا مش بنشوف نفسنا صح يا جماعه، محدش بيشوف عيبه ومحدش بيتضرر من اخطائه، اللي بيتضرر من عيوبنا واخطائنا الاخرين، فلو سمحتوا خلوا الاخرين دول هم اللي يقيمونا، ولما تيجي تختاري واذا كنت خايفه من التحيز فاختاري حد ثقه بعيدا عن التحيز. طيب نمط اجتماعي مبدع، جزاك الله خير اذا كان ده قصدك عليا. تمام. ايهما اسهل التدريب الواقعي، اقصد وجها لوجه
او التدريب من خلال النت. دكتورة ميرفت، هجاوبك اجابة واضحة وصريحة، التدريب الواقعي اسهل وافضل ونسبة توصيل المعلومة فيه اعلى، ولكن ماذا نفعل مع الناس والاشخاص اللي ما يقدروش يتواصلوا مع التدريب الواقعي فيس تو فيس؟ ياخدوا 80% ولا ياخدوا 0% لما يقعدوا في البيت؟ جاوبي على السؤال. شكرا لك. ممكن الاكونت بتاع حضرتك وكيفية التواصل معك حالا يا فندم؟ أستاذة شيماء بتقول حديث بيقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ده بيبين المفروض ان اكون عارف احكم على نفسي واعرف ان انا ايه وانا انهو نوع من غير ما ندخل في تفسير للحديث. حضرتك ممكن ترجعي تقري في تفسير الحديث كويس وتعرفي الهدف من الحديث ايه، واللي احنا بنقوله دوت مش خلاف للحديث، اللي احنا بنقول دوت امر واقعي، والحديث لما ذكر ذكر بناء على وقائع معينه وفي مواقف محدده هنطبقه على حياتنا، ده صحيح، لكن اللي انا بقوله دوت مفيش مخالفه للحديث. لو انت شايفه ان في مخالفه وضحي لي. انا كل اللي بقوله لحضرتك لما تيجي تبقي في كليه، لو انت في كليه هندسه وعندك ماده اسمها فراغيه، ما ينفعش اجيبك واقول لك امتحني وصلحي لنفسك وقولي لي جبت كام في الاخر. هل ينفع؟ اكيد مش منطق. ما ينفعش تبقي في كليه تجاره واقول لك خشي امتحني محاسبه وصلحي قرايه الاسئله وقولي لي التقدير. هل ده منطق؟ طبيعي ان انا بجيب دكتور يحط لك الاسئله واقول لك ذاكري خشي جاوبي، الدكتور يجي يجاوب على الاسئله، سوري يجي يصلح الاسئله، وفي الاخر يقول لك يا شيماء انت جبتي جيد. هل لما عملت كده انا خالفت الحديث؟ اسكتي على اللي انا بقوله. انا بطلب من حضرتك ان انت ما تصلحيش لنفسك ورقه الاسئله. لا، خلي الدكتور بتاعك هو اللي يصلحها. يا رب يكون اجابتي منطقيه. طيب. استاذه هند شايفه ان الواحد بيحكم على نفسه. مفيش مشكله يا جماعه. اللي شايف ان المنطق انه يحكم على نفسه هو حر في قناعته الشخصيه، بس لما يتخبط في حياته يبقى ساعتها يجرب يغير، يجرب ان الاخرين هم اللي يقيموه كنمط كنمط. هو انا طالب الاخرين دول مين؟ الاخرين يا 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 شباب ان انت تروح تسال بابا، تسال ماما، تسال اخوك، الناس الثقه، اهل الثقه. اسالهم انت شايفني ايه؟ انا مشاكلي ايه؟ لو انت حضرتك متجوز اسال مراتك انت ايه اللي مضايقك؟ ليه على طول متخانقين؟ اذا قالت لك انت عمرك ما كنت رومانسي، انت عمرك ما جبت لي ورد، انت انت انت، افتكر يا اخي ان انت مش عاطفي. فكر شويه تشخشخ جيبك كده وتروح تجيب ورد. ده اللي انا بتكلم فيه. شكرا يا استاذ محمد على التوضيح. استاذ محمد بيقول انما العلم بالتعلم، هذا جزء من حديث صحيح. جزاك الله خير يا استاذ محمد. انا الاضافه اللي ضفتها ما اقصدش اعدل على الحديث يا استاذ محمد، انا بوضح لحضرتك ان انا اقصد ان احنا في امكانيه للتغيير، والتغيير يتم بالتدريب. وصلت رسالتك وانا بعتذر عن الفهم الخطا. استاذه نيفين، الشخص يحسن شخصيته ولا يفقدها. برافو عليك، صحيح. طيب، اعتقد ان نمط الشخصيه يظهر في بيئه محدده وتحكمها عوامل كثيره. تمام. أستاذ محمد مصطفى بيقول لو الإنسان عنده إنصاف وإدراك يقدر يقيم نفسه. خلاص يا أستاذ محمد، ممكن حضرتك تقيم نفسك ونتفق اتفاق. إذا حضرتك
هتتبع منطق ان انت تقيم نفسك والدنيا مشيت معاك وما عندكش مشاكل خلاص فير انف. لكن اذا انت متبع ماشي بمنهج ان انت بتقيم نفسك وكل يوم عامل مشاكل مع الاخرين، كل يوم خناقات مع الاخرين، كل يوم بتفقد اصحابك، بتفقد اعز الناس اليك، يبقى لو سمحت افتكر راي احمد مبارك ان تخلي الاخرين يقولوا رايهم واسمع منهم، قد يكون هناك من يصيب في الراي. فانا مش معترض على وجهه نظركم يا جماعه، اللي شايف ان هو فير انف مع نفسه ويقدر يقيم نفسه اهلا وسهلا. انا قناعتي الشخصيه اني لما اسمع اراء الاخرين هوصل برضه للي انا عايزه، وهبقى كمان سمعت الاخرين واخدت رايهم ولا اتجاهله. من فضلك ما تتجاهلش اراء الاخرين، وما بقولكش امشي وراهم وخليك يمين يمين شمال شمال، لكن بقول لحضرتك استمع للاخرين، قد يكون الاخرون منصفون لك ويقولوا لك رايهم بشفافيه. هل تثق في الاختبارات النفسيه التي تحدد شخصياتنا والمعروضه على النت؟ استاذه هدى، النت بيحمل حاجات جميل ان احنا نقراها ونشوفها، وبيحمل حاجات مغلوطه غير حقيقيه، فارجو ان احنا نتحرى الدقه ونشوف مين اللي عارض الحاجه على النت الاول. ما اقدرش ارد واقول اللي على النت كله كويس، ولا اقدر اقول اللي على النت كله وحش، لكن اقدر اقول لحضرتك مين المرجع ومين على النت. النت ده ممكن تبقى حاجات غلطات كتيره جدا، ممكن نلاقي قران متحرف على الانترنت، ممكن نلاقي انجيل متحرف على الانترنت. لو سمحتي لو سمحتي تحري الدقه وبلاش تاخدي من على النت، لكن فكري قبل ما تاخدي من على النت مين هو الشخص اللي حاطط الحاجه على النت. في كتير بيعرف عيوبه اكتر من اللي حواليه، صحيح محدش قال حاجه، في كتير بيعرف عيوبه اكتر من اللي حواليه، بس هل اللي حواليك مش عارفها فعلا ولا محورين يقولوا لك؟ ده السؤال يا استاذه سهى. ممكن فعلا تبقى انت متخيله ان انت عارفه عيوبك اكتر من اللي حواليكي، بس انا ممكن كمان افكر ان اللي حواليكي محرجين يقولوا لك عيوبك في وشك. استاذه مها بتقول اشمعنى كل اسئله الدكتوره ميرفت والاستاذ عصام بيوصلوا؟ انا اطالب بالاجابه على اسئلتي. طب يا استاذه مها فين اسئلتك؟ طيب استاذه الدكتوره ميرفت والاستاذ عصام شكلهم كده هيدفعوا لي النهارده ولا ايه؟ طيب استاذه مها فين سؤالك يا استاذه مها؟ يعني يا ريت الجمله دي تبقي تاخريها بسؤال او تفنشيها بسؤال عشان اقدر اجاوب. استاذه هبه بتقول هذا النوع من التدريب يسهل الامور على الناس وبذلتم فيه جهد متميز، اسال الله ان يجعله في ميزان حسنات الفريق كله، جزاكم الله خير، ميرسي لحضرتك ولذوقك. دكتورة ميرفت بتقول اعتقد لانه انت كمدرب من خلال النت قد لا تفهم طبيعة شخصية المدرب المتدرب. ده صحيح، احتمال كبير جدا يا دكتورة، خاصة المتدرب اللي هو ساكت ومش بيعلق كتير وواخد جنب، فطبعا بالنسبة لي ده اسم فانا مش هقدر افهمه، لكن الشخص اللي بيعلق كتير قد اخد من كلامه تحليل واقدر احلله. استاذة احلام بتقول فعلا لان انا من المغرب عشان كده التعليم عن بعد له مزايا عديده، جزاكم الله خير واهلا بيكي وبالمغرب الشقيق. استاذه نبيل بتقول كيف نجعل 80 تصل 100 تدريب؟ معلش مش فاهم السؤال. السؤال استاذ نبيل، لو شخص عنده انصاف وادراك وعنده حياد تام مع نفسه والاخرين وقتها يقدر يحكم على نفسه، لان الحكم شهاده وربنا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء. استاذ محمد انا بشكرك على المعلومه، والحقيقه مش عايز اجادل كتير في الموضوع دوت، لان في الاخر بنوصل لان في اراء، فحضرتك لك رايك ولك مني كل احترام وتقدير، وانا ما زلت متمسك بوجهه نظري. استاذ محمد حضرتك شخصيه يعني مش هحللك بقى وكده واستغل الموقف، لكن ايه زي ما قلت حضرتك مش هتناقش تاني في النقطه ديت. استاذه وفاء بتقول لي شخص سريع البديهه، ما شاء الله عليك وعليك يا فندم، شكرا ليك.
دكتورة حنان بتقول المادة العلمية لو سمحتوا يا دكتورة حنان، زي ما قلت لحضرتك قبل كده المادة العلمية إن شاء الله بتنزل في نهاية المحاضرات جميعا، وأنا بضمنها لحضرتك، وإن شاء الله بإذن الله توصلك كاملة، بس ما بنقدرش ننزلها دلوقتي، بننزلها بعد المحاضرات ما تنتهي. لابد من معرفة الشخص لنفسه حتى يمكن أن يطور نفسه، صحيح يا أستاذ محمود؟ أستاذ محمد مصطفى، صحيح إن الشخص يقيم نفسه وإن الناس تقيمه عشان الصورة تكون شبه كاملة. الله ينور عليك، الله ينور عليك، ده اللي أنا أقصده يا أستاذ محمد. قيم نفسك واكتب في ورقة، وخد آراء الناس واسمع منهم واكتب في ورقة، وبص للورقتين وشوف الفروق إيه، وما قلتلكش امشي ورا كلام الناس، لكن فكر في كلامهم، قد يكونوا مصوبين وقد يكونوا مخطئين. إذا حسيت إن هم مخطئين خلاص يا اخي، لا ضرر ولا ضرار، انسى كلامهم، لكن اذا كانوا منصفين اياك انك تضيع الفرصه وانك تغير من نفسك. دكتوره ميرفت جميل، جزاك الله خير، جزاك الله كل خير يا استاذ احمد، شكرا ليك يا استاذه سهام. كان في حد مها، مها كانت قايله انا رايي ما بيتقالش، لو سمحت يا مها نزلي رايك قبل ما امشي عشان ما احسش بالذنب. استاذه مها، النداء الاخير للاستاذه مها، لو سمحتي قولي سؤالك. الاستاذ احمد بيقول ايه، اعتقد اول مداخله من الاستاذ احمد، انا شايف ان حكم الاشخاص بيبقى غير دقيق، لان اليد لو سخنه عمرها ما هتحس بحراره الاخرين. شكرا ليك يا استاذ احمد على وجهه نظرك. الدكتور ميرفت بتقول الانسان يرى نفسه بالمرايه يوميا بعيونه، من الجميل ان يرى نفسه من خلال عيون الاخرين. صدقتي صدقتي، اعتقد لا يستطيع الشخص تحديد نمط شخصيته، لان الانسان ماهر في نمط في فن خداع النفس، فاما يتحامل او يجامل غالبا. يا استاذ ابو بسطام، يا اخي انت فين من الصبح، شجعني كده، انا حاسس ان انا لوحدي والناس بتهاجمني. طيب، في عندي استاذ محمد سعيد، جزاك الله خير، جزانا واياك يا فندم. استاذه وفاء هويدي، انت مدرب ما شاء الله، شكرا ليك يا استاذه وفاء. أستاذة فاطمة، اتفضلي يا فندم، أذان الفجر في المغرب الآن، إحنا لسه عندنا الساعة 11 ونص، اتفضلي يا فندم، أسألك الدعاء من فضلك. عبد الغني، الحقيقة عبد الغني البير بيقول إيه؟ هل يمكن للمدرب أن يكتشف بسهولة الشخصيات ديت لدى المتدربين؟ وكم يحتاج من الوقت؟ الحقيقة ما تخليش هو ده هدفك، انت مش داخل عشان خاطر تكتشف الشخصيات اللي قدامك، احنا بس عايزين نستخدم الموضوع دوت اذا اتزنقت في طريقه تعامل حد معاك، حد مغلس عليك في المحاضره، حد رفض طريقتك، فعايزك تدخل له مدخل، فتدخل له مدخل ازاي؟ لازم تعرف شخصيته، بس مش عايزك تبقى هدفك ان انت تخش تنسى الماده العلميه بتاعتك، تنسى الحقيبه اللي انت بتجهزها، وتنسى المحتوى العلمي، وتبدا تفكر تحلل في اللي قدامك، ده مش هدفنا يا جماعه. بس هو سهل؟ لا هو مش سهل، هو صعب، لكن دايما في الدورات اللي بتاخد مثلا مده طويله، شهر مثلا، بيبقى الوضع فيه احسن، وبتلاقي نفسك في نهايه الشهر ومعاك مجموعه بتتدرب معاك بقى لها شهر، انت قدرت ان انت تحلل شخصيه كل واحد بطريقه كويسه جدا. منة الله، شكرا جزيلا، وان شاء الله هننزل محاضره كامله عشان المره دي الصوت كان بيقطع كتير وفاتني كتير ان شاء الله يا استاذه. استاذ ماهر بيقول استاذ احمد لماذا لا تلتزم بمواعيد المحاضره من فضلك؟ استاذ ماهر حضرتك انا لو خدت بالك معايا هتلاقيني خلصت الماده العلميه في تمام الساعه 11، وبدات من الساعه 11 لغايه دلوقتي اللي هي 11 و38، هتلاقيني بجاوب على اسئله الحضور، فأنا ملتزم بإني أفنش في وقتي الساعة 11، لكن في نفس الوقت أنا بحترم آراء زملائك المتدربين في إن هما عندهم أسئلة، ومش حابب إن أنا أمشي والناس لسه عندها أسئلة. فأرجو إن أنت حضرتك تعذرني وتستمتع معانا برد على الأسئلة. أستاذ فهمي، جزاك الله خير. أستاذ عصام بيقول إيه؟ هناك نماذج تتكون عبارة عن أسئلة من متعددة أو تعطي نقاط لكل إجابة، تستخدم لمعرفة شخصية الشخص نفسه،
هل تنصح بيها او ما رايك؟ رايي عموما يا استاذ عصام، النماذج دي اذا صحت فهي بتبقى حقيقيه، لان هي مبنيه على دراسات. لكن حضرتك هتاخدها منين؟ وهتاخدها من اني مرجع؟ وهتاخدها من اني موقع؟ هي دي النقطه. اذا السورس بتاع حضرتك هو اللي يهمني. ممكن الاقي نموذج لا اثق في الكرييتور، الشخص اللي هو بيطلعه اصلا، وفي حاجه تانية بتبقى عن ناس معتمده وناس ثقه، فساعتها المرجع نفسه هو اللي بيحكم، لكن المبدا واحد. استاذه نيفين وضحت لي السؤال اللي انا سالته 80 و100، هي قصدها ان التدريب عن طريق النت بيحصل على 80%، ازاي نخليها 100%؟ هي ايه الفرق؟ الفرق في 20%، الفرق دي يا فندم هي حته ان انا ما بقاش شايفك. انا كمدرب مش شايفك، فبالتالي مش قادر ان انا اطلع نقاط ضعفك كامله. هي دي بس النقطه. لكن ماده علميه هي هي، اجابات على الاسئله هي هي، المدرب هو هو، المجهود هو هو بنسبه كبيره بالنسبه للمدرب. المشكله ان المتدربين بيبقوا مفيش كنترول. يعني انا دلوقتي يا استاذ نيفين مش شايفك بتعملي ايه، ممكن تكوني مش بصالي، ممكن تكوني مش مركزه معايا، ممكن تكوني رحتي حضرتي العشاء وجيتي، انا مش عارف. ففي جزء من المحاضره بيفلت مني، في جزء انت مش مركزه فيه. بلاش لما نيجي نعمل مشروع الاجتياز، هيجي حد يقول لي معلش انا بنت ومش هقدر احط كاميرا، فانا كده مش هشوف لغه الجسد، مش هشوف الاي كونتاكت بتاعها، فهقدر اقيم الحاجات دي ازاي؟ فهي دي ال 20% اللي انا بقول لك عليها، وللاسف ما بنقدرش ناخدهم الا اذا قدرنا نشوف عرض فيديو كامل، وساعتها بيبقى غطينا الجزئيه دي، وكان وصلنا لموقع مثلا او قاعه، ما بتبقاش قاعه صوتيه، بتبقى قاعه لايف، يعني انا موجود انت شايفاني، وحضرتك كنت موجوده في المكان اللي انت فيه قاعده على مكتب مثلا، وانا شايفك طول وقت المحاضره. الاستاذه مها بتقول يقول سيدنا عمر رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، جزاك الله خير يا استاذه مها. وليد الشميري، اخ وليد يقول يعطيك العافيه وجزاك الله خيرا، واستاذن عنايتكم جزاكم الله خير. استاذه سهى بتقول هل يمكن ان ننسب التنميه البشريه لعلم الفراسه عند العرب؟ اسمحي لي انا لم ادرس علم الفراسه، ومتحفظ على السؤال. استاذ محمد بيقول ايه، انا شايف انك تستحق جائزه. جزاك الله خير يا استاذ محمد، جزاك الله خير، جزاك الله خير. هل ستشرح سيادتكم مهاره الانصات في هذه المحاضره؟ لا يا فندم، احنا في المحاضره ديت احنا خلصنا خلاص، وبناخد اسئله، وزي ما قلت لحضرتك من شويه انا كل على اسئله المتدربين قبل ما اغلق، احنا محاضرتنا خلصت الساعه 11. يا استاذ احمد ممكن حضرتك تحول امتداد المحاضره وحجمها. استاذ احلام اهلا بيكي، انا عارف ان محدش بيهاجمني، حتى تلاقيني وانا بعلق كنت بضحك، فانا مدرك ان محدش بيهاجمني، انا فاهم طبعا ده نقد بناء وانا بقبله، واحنا هنا موجودين عشان نتعلم من بعض، وفوق كل ذي علم عليم، انا مدرك النقطه ومفيش حد زعلان. استاذ يحيى، موضوع المشروع يا فندم حضرتك اللي هتحدده بنفسك، مش انا اللي هحدده لك. 5 دقائق في اي موضوع حضرتك تختار، مستعد له من دلوقتي، وما ترهقش نفسك، انا مش هقول لك موضوع معين. استاذ ايمان، جزانا واياك يا ستي. استاذ يحيى، جزانا واياك. استاذ علاء الدين، جزاكم الله خير، مسيل ذوقك. أستاذة منة الله، ممكن المرة الجاية تحل مشكلة الصوت، لأنها كانت المرة دي صعبة جدا. إن شاء الله يا أستاذة منة لما تبقي مدربة كده عبقرية هتعرفي إن مشكلة الصوت ده بيبقى مشكلة الدعم الفني مش مشكلة المحاضر، لكن إن شاء الله أنا هتواصل معاهم وأوصل لهم الاستغاثة بتاعت حضرتك، وإن شاء الله نحل مشكلة الصوت. أستاذة وفاء، بارك الله فيك على احترام الجمهور، جزانا وإياكم يا فندم، وبارك الله فيكي. استاذه ايمي بتقول الاقي فين الماتيريال بتاعه الشرح، لان لسه داخله دلوقتي. يا استاذه ايمي حضرتك احنا مش هننزل الماتيريال بتاعه الشرح الا ان شاء الله بعد ما نخلص الثمان محاضرات، وانا بوعد حضرتك اول ما بتشتركي معانا على الجروب بتتابعي معانا، وحتى لو مش هتحضري خالص تقدري تخشي تاخدي الماتيريال من على الجروب، بس احنا بننزلها بعد تمام انتهاء الثمان محاضرات.
استاذه داليا اتفضلي يا فندم، اهلا بيكي. احنا عموما خلصنا يا جماعه، انا بس موجود دلوقتي عشان اجاوب على الاسئله، فاللي محتاج يتفضل يتفضل. استاذه سهى جزاك الله كل خير على الاستماع لارائنا. العفو يا فندم، ده واجبي. استاذ محمود شكرا لوقتك، شكرا ليك يا استاذ محمود. الدعم الفني بيقول الصوت كان تمام يا استاذه منى. استاذ ام ار ام جي ام اسلوب متميز، شكرا ليك يا اخي. استاذه احلام شكرا استاذ احمد على المحاضره، انا بستفيد من خبره حضرتك. العفو يا فندم. عندي طلب، اتمنى ان تكون محاضره لاداره، هناك محاضره لاداره الوقت ان شاء الله. حاضر يا استاذه احلام، هناخدها في الخطه ان شاء الله. عناية الاثنين، حاضر. استاذه شيماء بتقول اعتقد كتاب بوصله الشخصيه كتاب كويس لمعرفه المزيد عن انماط الشخصيات بتفكر ادق، ويا ريت حضرتك ما تنساش تقول لنا نمط شخصيه حضرتك ايه. انا كنت عايز اهرب من الاجابه على السؤال ده يا استاذه شيماء، لكن انا فعلا انا شخصيه اميل الى المدير والمحلل، وان كان الامر لا يخلو من شيء من النمطيه والعاطفيه في بعض الاحيان. ارجو ان انا اكون اجبت. استاذه ميرفت بتقول والله اتمنى ان يكون لدي قدره على استيعاب الاخرين كما تفعل حضرتك. الصحيح انك تعطينا مثال حي لمدرب جيد. بارك الله فيك، وبارك الله فيك يا استاذ. استاذ عصام بيقول اخذت هذه النماذج من كتاب لدكتور معروف او كتاب مطبوع ومتداول، انا شعرت بان الاسئله تعطي نسبه مقبوله لي يا فندم. ايوه، وقلت لحضرتك ان شاء الله المراجع هتبقى موجوده كامله في نهايه الماتيريال. احنا كل المعلومات اللي احنا بنحطها تبقى دايما ماخدينها من كتب ومن مراجع علميه، ودايما كامانه التاصيل بنذكرها في الاخر. استاذه هدى بتقول انت ما خبرتنا عن نمط شخصيتك، زي ما قلت لحضرتك انا شخصيه مدير، مزيج بين المدير والمدقق، ولا يخلو الامر من شيء من العاطفيه والنمطيه اذا لازم الامر. استاذه وفاء بتقول العرض اللي هنعرضه هيكون زي حضرتك كده ولا ازاي بالظبط؟ يعني ازاي هنستخدم لغه الجسد لو احنا جالسين على المكتب؟ حضرتك لغه الجسد دي زي ما هناخدها المره الجايه، مش لازم تقوم وتقفي خالص. حضرتك ممكن تقعدي على مكتب ويبقى الكاميرا قدامك، هقدر اشوف حركه ايديكي، هقدر اشوف تعبيرات وشك، هقدر اشوف الايماءات، هقدر اشوف التوتر اللي هيظهر على وشك لو انت متوتره. استاذه ساره بتقول جزاك الله خير على سعة صدرك في انك تاخد كل الاسئله، وده دليل على صدق. ربنا يكرمك يا استاذه ساره، شكرا ليكي. استاذ ام ار، استاذ مستر، اسمح لي اختصر القصه واقول مستر، يا ريت تبقى نحط اسم واضح عشان نقدر ننده عليك. المشكله 5 دقائق عباره عن عناوين، يعني مش هيكون وقت للشرح اي موضوع. حضرتك اختار عنوانين من العناوين دي واشرحه، يعني ال5 دقائق يبقى عنوانين من العناوين الكتير اللي انت عايز تقولها لي. انا مش هيهمني ان انت تحكي لي موضوع متكامل، انا عارف ان انا مديك وقت ضيق، فبالتالي هراعي حاجه زي كده. لكن في نفس الوقت ما تبقاش القصه كلها عناوين، انا طالب منك 3 سلايد، 3 سلايد ماكسيموم. هتديني في كل سلايد عنوانين، يعني 3 × 2 بـ6، واشرح لي اول 2 فيهم. شكرا ليك. دكتوره غاده شكرا على مجهودك، شكرا ليك يا ستي. العرض هنعرضه استاذه وفاء، العرض اللي هنعرضه هيكون زي حضرتك كده ولا ازاي بالظبط؟ بالتالي انا رديت على السؤال ده قبل كده. دكتوره غاده بتقول هل هناك كتاب مقترح للقراءه على الموضوع؟ حضرتك التدريب سوق مليان كتب متعلقه بالتدريب واجدها متشابهه مع بعض، عشان كده انا بفضل ان حضرتك تدوري على كتب مترجمه من لغات اجنبيه، عشان نخرج شويه من الكتب اللي هي متشابهه اللي كلها بتنقل من بعض، ونحاول نشوف ثقافه بره بيتكلموا في ايه. استاذه هبه بتقول ازاي ابقى اخصائي اجتماعي دولي؟ يا ريت يا استاذه هبه، ده سؤال خارج الموضوع، يا ريت نتواصل على الايميل اللي موجود هنا وهوضح لحضرتك. ممكن كيفيه عمل الشات الخاص باداره محاضره؟ مش فاهم قوي والله، معلش يا استاذ يحيى، السؤال غامض بالنسبه لي. استاذ احمد شكرا جزيلا ليك يا اخي. استاذه وفاء جزاك الله خير، سعدنا بيك وسعدت بيكم يا فندم. استاذ يحيى حللت شخصيتك تمام، صح يا فندم، انت حضرتك حللتني صح،
بس انا عشان خاطر ما اعملش حاله احباط للاخرين اديهم فرصه ان هم يفكروا، ما رضيتش ارد غير في الاخر، ولكن حضرتك فعلا حللتني صح، جزاك الله خير. الاستاذ محمد، بالنسبه لمشروع الاجتياز ممكن نعمله بعد ال8 محاضرات في انوار رساله، لان الشرح بدون جمهور قاعد قدامي من اصعب ما يمكن، ولعله اصعب من وقوفي امام الجمهور، وده اقتراح بعد اذن حضراتكم. استاذ محمد انا بشكر حضرتك، لكن للاسف احنا الاستعدادات كلها كانت اونلاين، وان شاء الله هنحاول ناخد الاجتياز المشروع اونلاين. والظروف الصعبة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي هتبقى تنطبق على كل الحضور مش على حضرتك لوحدك، فبالتالي كلنا هنشترك في هذه الصعوبة. أستاذ بارك الله فيك، شكرا شكرا. أستاذ يحيى، أقوم بعمل محاضرة على النت زي حضرتك، ما هي الطريقة؟ الطريقة حضرتك أكيد بقيت أكثر خبرة مني، إذا كنت حللت شخصيتي وإحنا ما نعرفش بعض، يبقى أكيد هتعرف الطريقة، الطريقة زي ما إحنا بنشتغل كده يا فندم، بس لازم تظبط مع قاعة صوتية، وفي نفس الوقت تبقى عندك القدرة على التواصل، كوميونيكيشن سكيلز هايل عشان تعرف تتواصل مع ناس مش شايفهم. أستاذ أحمد، من سيقيمونا في العرض؟ إذا حضرتك توافقي أنا ممكن أقيم حضرتك، لكن لو عندك اعتراض وشايفه ان انا هكون غير حيادي، ممكن حضرتك تختار الشخص اللي انت تحب انه يقيمك تحت امرك. طيب انا كده خلصت. استاذ ماهر بيقول ارجو تقبل اعتذاري في المطالبه بالالتزام بالموعد، حيث ان المناقشه مع الزملاء جيده وصعب تركها، وفي نفس الوقت لدينا ارتباطات. استاذ ماهر انا انتظرت الاعتذار ده بقالي 10 دقائق. وبشكرك عليه، والاعتذار ده لزملائي مش ليا، لان انا ما زعلتش منك، لكن حضرتك يعني احرجتني بذوقك، شكرا ليك. وارجو ان انت تكون تفهمت كمان ان ازاي انا ما اقدرش اسيب اسئله وناس منتظره اجابات واسيبهم وامشي. استاذه شيماء بتقول ازاي اتعلم احلل شخصيه اللي قدامي بسرعه من اول مره، ولا لازم خبره؟ لا يا فندم، دي لازم خبره، وخبره طويله شويه، ولازم حضرتك تبقي مذاكره حاجة اسمها أنماط الشخصيات كويس قوي، وتدرسيها بشيء من التمعن والتفصيل، لأن أنا كنت عامل ملخص ليكوا في الـ4 أنماط. لا مفيش اعتراض يا أستاذ أحمد، ولكن هناك شخص آخر. لا يا فندم، مش هيكون شخص آخر، أنا اللي هقيم الموضوع. مين تاني؟ دكتورة غادة، ده الاكونت الشخصي بتاعي. ايوه، ولو حضرتك بصيتي على السلايد دلوقتي على الوايت بورد هتلاقي الايميل مكتوب، الصفحة الشخصية بتاعتي، ده الاكونت الشخصي اللي حضرتك فاتحاه دوت يا استاذ غادة واللي انت عاوضاه، وهتلاقي الصفحة بتاعة المدرب. الصفحة بتاعة المدرب هي اللي انا هكتبها دلوقتي، لو حضرتك عايزة تعرفي شيء من التفصيل عني هتلاقيها مكتوبة على الصفحة ديت. شكرا جزيلا ليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.